يعني احنا كنا بدأنا السلسلة دي في رمضان، بدأنا ان بنقول فكرة ان المسابقات تساوي مجموعة من الفرص، وكنا عملنا سيشن عن المسابقات الطلابية المعمارية، والنهاردة اول راوند للمسابقات البروفيشنال يعني المحترفين. احنا النهاردة الحمد لله الايفنت ده بتعاون ما بين 3 مؤسسات، ارك سبيس وبيم اريبيا مهندس عمر سليم وفريقه ونقابه المهندسين شعبه العماره، وبنشكرهم جميعا على التعاون. والنهارده عندنا 3 من المعماريين المصريين اللي بنفتخر بيهم دايما وبيشرفونا في كل مكان، طبقا لتوالي المتحدثين، وكلهم اصحاب فضل ورؤية. يعني دكتور مصطفى ربيع، أو في الشام بيسموه دكتور مصطفى خليفة، تمام، أستاذ مساعد بكلية العمارة بجامعة بيروت، وأكاديمي سابق في مصر في جامعة الفيوم وجامعة MSA، ومعماري عالمي وصاحب فكر وتجربة في البارامتريك ديزاين. وأنا يعني شهادتي مجروحة في دكتور مصطفى، لأن أنا اتشرفت إن أنا يعني هو درس لي في مرحله من المراحل، بس مش عايز اكبره يعني، تمام، وهو الحائز على المركز الاول في تصميم جناح مصر في بنالي 2020 ان شاء الله، وربنا يوفقه ويكرمه. وبيكلمنا من بيروت النهارده معانا الدكتور عفاف بدران، مؤسسه مجموعه درب اللبانه ورائده في العمل المعماري والتحفيز والمبادرات الاجتماعيه، وما شاء الله عليها استاذه فاضله ولها يعني بصمتها في مصر وفي السعوديه، تمام. ومعانا وهتكلمنا النهارده من انجلترا، معانا المهندس المعماري المصري العالمي اسلام مشتولي، هقول بقى ايه، الفائز بجوائز كتيره يعني عالميه ومحليه، والمرشح لاكثر من جائزه حاليا، وما شاء الله عليه نمسك الخشب يعني، وخير زميل ومهندس بيعبر عننا جميعا في العالم كله. وهم برضو من الناس اللي هو المهندس معاذ ابو زيد اللي كانوا صمموا جناح مصر سابقا في بنالي فينيسيا برضو. والنهارده الكونسبت بتاع الندوه ان احنا هنعرض ال3 تجارب بتاعت تجارب مسابقات لتصميم متاحف او قاعات عرض او اجنحه او يعني شو رومز اند سو اون، يعني ايا كان المسمى اللي هنسميه بالساينتفك يعني. وهنعرض التجربه والفكره والرؤيه بتاعت ال3 معماريين الافاضل، وده جزء من سلسله زي ما قلت لحضراتكم ان شاء الله هتستمر وتكمل، ونسال الله التوفيق. وانا بس هقول شويه تعليمات ايه اللي هيحصل. البرنامج بتاعنا المتحدثين هيتحدثوا بالتوالي: دكتور مصطفى ربيع مع حفظ الالقاب طبعا، دكتور عفاف بدران، المهندس اسلام المشتولي، تمام. ثم بعد كده هنفتح باب المناقشه، تمام. اللي عايز يكتب السؤال يكتبه في الشات البرايفت ليا او للمهندس محمد زكي، تمام، من فريق ارك سبيس. اللي عايز يرفع ايده ويسال ويوجه سؤاله للمتحدثين او لاي حد بيعمل ريز هاند، وبنديله الكلمه بالترتيب. اللي عايز يسجل الاسئله من بدري يعني بعد دكتور مصطفى ربيع حد عايز يوجه له سؤال ارجو تتكتب في الشات، واحنا هنطرح الاسئله بالترتيب علشان ضيق الوقت، وان شاء الله كلنا نستفيد من الاساتذه والزملاء المعماريين الافاضل، و يعني تنورونا. ولو في اي حد عنده اي مشكله يكتب لنا على الشات، وفريق ارك سبيس او بيم اريبيا ان شاء الله هيرد عليه. والكلمه الان مع الاستاذ الدكتور مصطفى ربيع. اتفضل يا دكتور مصطفى. السلام عليكم جميعا، يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. انا اولا قبل ما ابدا بس المحاضره بتاعت النهارده احب اشكر الدكتور احمد هارون على الدعوه. الحقيقه ان انا يعني اتشرف بوجودي معاكم، ان شاء الله تكون محاضره مفيده يعني باذن الله. هبدا على طول عشان الوقت.
اتعملت من جهاز التنسيق الحضاري. النهارده ان شاء الله هنتكلم على المشاركه اللي احنا شاركنا بيها في المسابقه اللي اتعملت من جهاز التنسيق الحضاري لاختيار العمل الممثل لمصر في بينال فينيسيا 2020. بس قبل ما اتكلم على المشروع بتاعنا، حابب بس اشرح لكم يعني ايه بينالي، ايه هو بينالي العماره في فينيسيا. الحقيقه بينالي العماره في فينيسيا هو حدث عالمي بيحصل كل سنتين، بيكون لي زي ايه زي سيم او موضوع عام. الموضوع العام ده كل دوله من الدول بتشترك تحت الموضوع العام وبتقدم معرض ليها. المعرض ده بيمثل البلد وفي نفس الوقت لازم بس يكون تحت الثيم. الثيم اللي كان للدوره دي لدوره 2020 السؤال المفروض الدول تجاوب عليه هو how will we live together، يعني كيف سنعيش معا. أول تحدي كان بالنسبة لنا الحقيقة هو الثيم بحد ذاته، لأن الثيم هو عبارة عن شيء معنوي، يعني هو معنوي غير محسوس بالمرة. فإزاي إحنا هنقدر نعبر عن شيء معنوي بحيث إحنا نقدر نجاوب السؤال ده how will we live together بشيء حسي. طبعا احنا لازم نعمل زي ما احنا قلنا لازم يبقى في عرض، قاعه العرض دي تبقى تحت الثيم. فالثيم بحد ذاته هو كان اول تشالنج بالنسبه لنا. تاني تشالنج بالنسبه لنا كان اللغه اللي احنا هنعبر بيها. طبعا هو طالما حدث عالمي ودول كتير بتشارك فيه فالمفروض ان كل دوله بتقدم المعرض بتاعها او الجناح بتاعها بلغة محلية، يعني تكون نبع من الدولة بس بطريقة عالمية بصياغة عالمية تقدر تتفهم بسهولة من المجتمع العالمي. ده كان تاني تشالنج بالنسبة لنا. ثالث تشالنج بالنسبة لنا ان احنا لازم نقدم فكرة حاجة اسمها originality of concept، لازم يكون الفكرة جديدة ما تصاغتش قبل كده، او لو الفكرة قديمة بس تصاغ بصورة جديدة. حلو، دي اسمها الاوريجيناليتي. لو احنا قدرنا نحقق الثلاثه كريتيريا دول، ان احنا نكون تحت الثيم، وان احنا نعبر عن شيء محلي جدا، عن شيء مصري جدا ولكن بصوره عالميه، وان احنا الفكره بتاعتنا تكون اوريجيناليتي وتكون جديده، تمام، ده اللي ممكن يخلينا نكسب في المسابقه. اي مسابقه طبعا ليها مرحله بريبريشن، ومرحله بريبريشن كمان بتاخد وقت طويل جدا قبل حتى ما نبدأ نسجل الفكرة. فقرينا المسابقة كتير بعمق، يعني قرينا ما بين السطور reading between lines، وبدأنا نطلع keywords، وبعدين درسنا كل الأعمال المشاركة قبل كده في السنين اللي فاتت. لازم ندرس الأعمال ولازم ندرس الأعمال الفايزة كمان وليه اختاروها، وطلعنا منها كمان guidelines. من خلالها قدرنا كمان نبدأ إحنا نطلع الفكرة بتاعتنا. بعدين كمان عشان نقدر نجاوب على السؤال الصعب ده how we live together، عملنا زي observation للوضع الحالي اللي في المجتمع المصري، وبدأنا نقعد أنا والتيم طبعا عملنا brainstorming عشان نقدر نبدأ بفكرة. تمام، أحب بس أعرفكم بالتيم الأول. التيم إحنا أربعة مهندسين معماريين. أول واحد معانا في التيم رياضي الحلبي، مهندس رياضي الحلبي، هو مهندس خريج جامعة بيروت العربية، وكان من الطلبة المميزين جدا جدا جدا. الحقيقة كان هو طالب دخل مسابقات وكسب مسابقات، وكمان بعد ما اتخرج دخل مسابقات وكسب مسابقات، وإن شاء الله أنا أتنبأ له بمستقبل باهر يعني. بعدين معنا كان عضو أساسي جدا في الفريق مهندس عمرو علام، هو خريج جامعة MSA وكمان من الطلبة المميزين، والحقيقة مش بس في العمارة ده مميز كمان في الفن يعني، وكان له دور مهم جدا 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 في الفكرة، وبعدين هقولها بالتفصيل لما نتكلم عن الفكرة إن شاء الله. ومعانا كمان احمد عصام، مهندس احمد عصام برضو خريج جامعه MSA،
هم الطلبة كمان المميزين، وسافر معايا قبل كده كتير سمر سكول في روما، يمكن راح معايا مرتين، وعنده كمان فاتح الديجيتال فابريكيشن لاب الخاص بيه، وبيعمل ماكيتات كتير، ومشهور في مجال صناعة الماكيتات. مهم، هنبدأ دلوقتي إيه نحكي على الفكرة، وإزاي الفكرة طلعت واتطورت لحد ما وصلت للفاينل اللي قدرنا نقدمها بيها وكسبنا المسابقة. طيب، هنرجع تاني لنفس السؤال، كيف سنعيش معا؟ الحقيقة زي ما قلت لكم، احنا عملنا برين ستورمينج، وصلنا للنهاية ان الانسان هو محور الكون كله، يعني الانسان هو محور الكون، وهو كمان اللي بيتقام عليه كل المشاريع، سواء كانت التخطيط او العمارة او الفن او الادب، فهو الانسان. فقررنا ان احنا نركز على الانسان، وخصوصا الشخصية المصرية. ووجدنا في فئة من المجتمع المصري المحلي، الفئة دي سبحان الله عايشة في تناغم وفي سلام وفي رضا. الحقيقة مش عايشة حاليا كمان، ده من قديم الأزل نفس الفئة دي هي اللي بتتعايش وبتندمج، بغض النظر عن طريقة المعيشة، بغض النظر عن التطور، بغض النظر عن التكنولوجي، بغض النظر عن المخططات والسياسات والمشاريع اللي بتتعمل. سبحان الله، هم بيتعايشوا بطريقة فيها تناغم شديد وفيها اندماج مع الواقع المصري. تمام، يعني قد يكون في ظاهرهم، في مظهرهم الخارجي، ممكن حد يطلق عليهم فقراء، ممكن حد يطلق عليهم مهمشين، ممكن حد يطلق عليهم عشوائيين، ولكن الحقيقة بين أغنياء داخليا، لأنهم بيحملوا في داخلهم معاني كتير جدا جدا محدش يقدر يحسها غير الإنسان المصري. مش كده بس، هما كمان بيشتغلوا أشغال في المجتمع لا غنى عنها، يعني في المجتمع إحنا ما نقدرش نستغنى عنها. تمام، ليه هم أغنياء؟ لأنهم بيمدونا بالحاجات الأساسية، يعني بيمدونا بالغذاء، بيمدونا بالخبز، بيمدونا بالطعام، تمام، بالمواصلات، بالخضار. وبنفس الوقت شخصياتهم وتواضعهم بيقدروا يعني ينشروا الرضا والبركة والتناغم بين فئات المجتمع كله، كمان مش بينهم وبين بعض بس، لأ، ده بينهم وبين فئات المجتمع كله. حتى الزوار الأجانب بيجوا يندمجوا مع فئات المجتمع البسيطة. يعني عشان كده حبينا إحنا نهايلايت زي ما بيقولوا الفئة دي من المجتمع، ونوضح الجمال الداخلي لكل شخصية. وهم على فكرة مش متشابهين، هم فعلا كل واحدة فيهم لها شخصية مميزة، لها صفات مختلفة، وبنندمج معاهم، هم بيندمجوا معانا في تناغم. سبحان الله، احنا سميناه في المسابقة بتاعتنا، او احنا سميناه في المشروع بتاعنا التناغم مبارك، يعني كأن في بركة كده في التعامل ما بين فئات المجتمع بينها وبين بعض. فزي ما قلنا، كل واحدة منهم، كل شخصية منهم يمكن يكون في ظاهرها متواضعة جدا، ولكن هي في باطنها، في داخلها يعني تحمل كتير معاني غنية من الألفة والمحبة والحكمة. ففيها صفات، والتواضع والمرح، فيها صفات كتير مختفية خلف الظاهر للشخصية دي أو للفئة دي من المجتمع. وبعدين قلنا القوة بتاعت الفئة دي مش في الانديفيدواليتي بتاعتها، مش في شخصية كل واحد فيهم، لا، ده في اندماجهم مع بعض، واندماجهم مع بقية المجتمع، واندماجهم مع المدن والقرى والشوارع المحلية اللي عندنا في مصر،
مش بس فئة المجتمع المصري، ده كمان فئة المجتمع العالمي لما بيجوا يزوروا مصر، وازاي بيدوبوا يعني في النسيج المصري زي ما احنا مع بعض. فطلعنا من one in all ل all in one. المناطق الشعبية دي بيكون فيها حياة غريبة جدا، احنا سميناها الحياة المباركة او العيش المبارك، تمام؟ بيكون فيها بركة كده يعني بالبساطة من عند ربنا. اكيد كلنا لعبنا في الشوارع والحارات المصرية في العيد، واكيد كلنا لعبنا بالكرة الشراب. يعني جميل جدا لما كنا بنتشارك اللعب مع بعض، وكنا بنتشارك النجاح كمان لما ندخل هدف وننبسط ونشجع. حلو، دي على فكرة مش في مصر بس، ده في كل اغلب دول العالم. يعني ان 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 الفئة دي بتقدر مع بعض together، يعني تقدر تعيش او تخلق السعادة من خلال النجاح في حاجات بسيطة جدا زي ماتش الكورة اللي احنا كنا نلعبه زمان في الحارة المصرية، تمام؟ ايه كمان بنعمله مع بعض؟ ازاي الفئة دي بتشير مع بعض اكتيفيتي المجتمع؟ احنا كمان بنشير مع بعض مش بس اللعب واحنا صغيرين او الاطفال وهي صغيرة في الحواري والشوارع، ده احنا بنشير مع بعض كمان الاكل والسفرة في مواسم والغير مواسم. يعني لما يكون عندنا فرح مثلا، لما يكون عندنا رمضان ومائدة الرحمن، ازاي احنا كلنا بنقعد على ترابيزه واحده، وازاي بينزل الاكل كامل، وازاي بنقعد في اعداد كبيره جدا. فاحنا بنشير مع بعض مش بس اللعب زي ما قلنا، حلو، احنا بنشير كمان الطعام الاكل، احنا كمان بنشير الفرحه. يعني بنشارك مع بعض، او يقدروا الفئه دي من المجتمع كمان بالذات تقدر بطريقه ما تخلق الفرحه وتشير الفرحه بينها وبين الباقيين كمان. فاحنا كمان بيحصل ما بينهم شيرينج للجوي، بيحصل ما بينهم حتى شيرينج للفيث يعني للإيمان. يعني احنا في الأعياد مثلا فبتلاقينا كلنا اتحولت الساحات والمناطق المفتوحة اللي في المدينة لمسجد كبير، وكلنا بنصلي مع بعض صلاة العيد والأعداد الغفيرة اللي بتنزل. فقوة الفئة دي من المجتمع مش في الانديفيدواليتي بتاعتها، لكن قوتهم ان كلهم احنا محتاجين، المجتمع كلهم محتاجها، وان هم فعلا متعايشين في تناغم وفي سلام وفي رضا وفي بركه غريبه جدا جدا جدا، بغض النظر ايه اللي بيحصل حواليهم من تطور، بغض النظر من السياسات ومن المخططات ومن التكنولوجيا اللي بتحصل. فهم بيتعايشوا وبيقدروا يندمجوا بسرعة جداً بأي طريقة من طرق العيش. فحسينا أن السر أو اللي هيقدر يجاوب على السؤال ده هو الفئة دي من المجتمع. فمن هنا بدأت معانا الفكرة أن إحنا إزاي نهايلايت الشخصيات دي من المجتمع المحلي، تمام؟ فكأن إحنا عندنا خط، الخط ده لو قلنا على اليمين عايزين نعبر عن الراندمنس بتاعت كل شخصية من الشخصيات دي، البرسوناليتي، الدايفيرسيتي لأن هم كتير ومتنوعين وكل واحد فيهم بيشتغل شغلانة مختلفة، كل واحد فيهم بيتفاعل مع المجتمع بطريقة مختلفة، كل واحد فيهم محتاجينه احتياج مختلف، الدايفيرسيتي، الانديفيدواليتي، حلو. وفي نفس الوقت عايزين من الناحية التانية من الخط ده نعبر عن لما بيجتمعوا كلهم مع بعض، ولما بيجتمعوا بالنسيج المصري، ولما بيجتمعوا بالمجتمع المصري ككل، ازاي بيحصل يونيتي، ازاي بيبقى في سترونج كونكشنز ما بيننا وبين بعض، ازاي بيحصل انتجريشن، ازاي بيحصل انجيجمنت. نعبر عن الراندمنس، يعني شعبا عن الراندمنس والدايفيرسيتي والانديفيدواليتي، قررنا ان احنا نخلي البورتريهات في مقاسات مختلفه راندوم، والبوزيشنز بتاعها مختلف كمان، الارتفاع بتاعها مختلف، بيقدر الزائر لما يدخل يقف قدام البورتريه ويتامل فيه، ويتامل يحس ان في عمق في الشخصيه دي. ده كان على الناحيه الشمال. الناحيه اليمين بقى ازاي بقى تعمل اليونيتي وازاي نعبر عن اليونيتي بتاع المجتمع، وازاي نعبر عن السترونج كونكشنز، وازاي نعبر عن انجيجمنت وانتجريشن وهكذا. اوكي، بان احنا حولناهم كلهم، عملنا دودل. الدودل دي حته من الدودل، مش الدودل كامله، لان الدودل دي عملاقه جدا كبيره. يعني حطينا فيها كل الاكتيفيتيز وكل التفاعلات وكل الحاجات اللي هي بتحصل او اللي بيكون سببها الفئه دي من المجتمع، وازاي بطريقه ما، يعني زي ما قسمنا
خط يمين خط كده، وده سميناه على فكرة الخط اللي في النص ده سميناه الميرور لاين، اللي هو كأن يمينه بيعكس حقيقة شماله والعكس صحيح. حلو، اللي ساعدنا نعمل الفكرة دي، يعني اللي ساعدنا نعمل الفكرة دي إن أصلاً قاعة العرض هناك الجناح المصري هي قاعة مستطيلة والمدخل بتاعها في النص بالظبط. حلو، فإحنا خدنا المدخل وامتداد المدخل ده رحنا عملنا الخط الفاصل اللي قسم القاعة يمين وشمال، اوكي، وعملنا طريقه في الانترنس ان احنا نبدا الستوري لاين. طبعا اي قاعه عرض لازم يبقى فيها ستوري لاين بيبدا من ناحيه وينتهي في ناحيه. انت بتعمل قصه والزائر بيجي عشان يشوف قصه، تمام. فعند المدخل عملنا طريقه كده ان احنا زي المجاز ان احنا اللي يدخل بيتجه ناحيه الشمال على طول، فبتبان عنده البورتريهات. يعني زي ما قلنا ان احنا حطينا ناحية الشمال البورتريهات، حط كل بورتريه حواليه فريم، اوكي، وقصدنا نسيب فريمات فاضية. دي بتعمل مور انجيجمنت ما بين الزائر وما بين البورتريهات. ساعدنا في عمل البورتريهات دي بطريقة البوب ارت، هو المهندس عمرو علام، واللي ساعدنا كمان في عمل الدودل الكبيرة كمان هو الباشمهندس عمرو علام، يعني لان هو مشهور جدا بالدودلز واخد مسابقات، طبعا كسب مسابقات في الدودلز قبل كده يعني، تمام. وبعدين حطينا في النص زي ما قلت لكم بالظبط الميرور لاين ده، بس فتحنا جيت. حلو، الجيت دي وانت في البورتريهات لو وقفت عند الايتم الاحمر دي، اوكي، لو وقفت عند الايتم الاحمر ده وبصيت كده هتلاقي ان اتحطت بعدين ترانسفورميشن جيت، احنا سميناها ترانسفورميشن جيتس، اللي هو بتنقل الزائر مرحليا خطوه بعد خطوه من موضوع التوتالي راندمنس والتوتالي انديفيدواليتي ودايفرستي، ان المجتمع واحده واحده بيبدا الفئه دي بتدمج المجتمع مع بعض واحده 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 لحد ما بنوصل في النهايه للدودل العملاقه اللي بتبقى في اخر القاعه اللي فيها الاندماج التام والتوتال انجيجمنت ما بين فئات المجتمع وبعضها البعض، تمام. لو احنا بصينا ناحيه الشمال ده السين اللي احنا شايفينه، هو زي ما قلت لكم بورتريهات، اوكي، كل بورتري بيحمل شخصيه مصريه من الفئه دي، من فئه المجتمع البسيط اللي احنا قلنا عليه، وفي النص في ال فريم احمر فاضي. الفريم الاحمر فاضي ده لان احنا حابين الزائر اللي يجي ممكن ياخد الفريم ده، ممكن يقف ورا الفريم ويبدا يتصور، فكانه بيدمج نفسه بين الفئه دي من المجتمع، او لو وقف وراه بيبدا يشوف الترانسفورميشن جيتس كانه بيسكوب اكتر على الدودل اللي في الاخر اللي هتتشاف في اخر الاكس ده. الترانسفورميشن جيت دي هي اللي بتاخد الزائر مرحلة ورا مرحلة، وحواليها على فكرة يمين وشمال بتلاقي في ماكتات. الماكتات دي بتعرض كمان اكتيفيتيز للأشغال البسيطة اللي بتحصل اللي بيعملها الفئة دي من المجتمع، تمام. ولو لاحظنا هنلاقي في فراجمنتس كده نازلة من السقف. الفراجمنتس دي هي ميكس ما بين ميرور شيتس ووايت شيتس. الميرور شيتس دي هي مش توتالي فيرتيكال، هي مش نازله فيرتيكال، هي نازله بميول شويه، لان بتعمل ايه، بتعكس شويه الزياره بتاعه الزائرين جوه البافيليون. حلو، وكمان ليها اهميه تانية ان هي بتعكس بعض البورتريهات الموجوده هنا بتتعكس فوق على الميرور شيتس اللي نازله، وكمان بتعكس الدودل، اجزاء من الدودل على البورتريهات. كان اللي بيوصل ما بين الاثنين لو رجعنا لورا هنا على السقف من فوق، ودي هتبان في اللقطه اللي جايه، اللي بيوصل ما بين اليمين والشمال هم الفلاينج فراجمنتس اللي نازله من السقف، تمام. وده التوتال سين اللي موجود، الجيت الريد امبتي ريد فريم اللي هو بياخد اتصال بصري من الجزء اليمين لحد الاخر خالص، اللي هيقف هنا هيشوف كل الجيتس سكوبيك فيو لحد ما يوصل للدودل، اوكي. والفلاينج
فراكتلز او الفلاينج فراجمنتس اللي نازله من فوق، اللي هي بتعكس جزء من الدودل من هنا وبتعكس كمان جزء من البورتريهات. حلو. فاضل اخر حاجه عايز اقول لكم عليها الرساله. يعني طبعا كل جناح عرض بيعطي رساله. الرساله اللي احنا حبينا نوجهها للمجتمع العالمي وللزوار العالميين والمخططين وصناع القرار، انهم يهتموا بهذه الفئه من المجتمع ويأخذوها بعين الاعتبار في مخططاتهم المستقبليه وسياساتهم ومشاريعهم المستقبليه للتنميه وهكذا، لان عندهم يكمن سر العيش في سلام وتناغم وسعاده تامه. والتأكيد الموضوع ده، تأكيد الرسالة دي، قررنا إحنا كمصممين ما نشرحش الفكرة دي أو ما نقدمش الرسالة دي. إحنا كمصممين إحنا اخترنا شخصية من الشخصيات من هذه الفئة يعني، تمام، وهي بائعة الخبز، وهي شخصية أساسية جدا ومتواضعة جدا وبسيطة جدا، ولكن واخترناها هي اللي هي تتكلم بعمق شديد وتبعث الرسالة للمجتمع العالمي، أو بمعنى أصح للزائرين للجناح المصري، واتكتبت في هيئة مونولوج. المونولوج ده تم كتابته بعناية جدا وبصيغة فنية بحيث يوصل الرسالة دي بصورة فنية. يعني بتقول للزائر إن هو ينظر ليها، ومش ليها هي بس، لكل الفئات البسيطة في المجتمع، ينظر لها بنظرة أعمق شوية، ما يبصش للظاهر. أوكي. بتطلب من صناع القرار والسياسيين والمخططين والمعماريين والمصممين إن هم عشان لو حابين ينعموا بعيش في سلام وتناغم في المستقبل، ياخدوا الفئة دي في الاعتبار داخل مخططاتهم ومشروعاتهم، وما يبقوش مهمشين. يعني حسيبكم تسمعوا رسالة من بائعة الخبز في الفيديو اللي جاي ده، اللي بيعرف بيشرح أكتر كمان فكرة الجناح المصري. بعد الفيديو، هو الفيديو بالضبط 3 دقايق 14 ثانية بالضبط. بعد الفيديو أتمنى كده ما أكونش طولت عليكم، وأسيبكم على الفيديو إن شاء الله. Hey you. Hello. It's me. Come on. Can't you see? Come closer. Look at me. No, no. More and more closer. It's not my appearance you see. It's not the way. Look. Come on. Discover the origin of joy through my face wrinkles. Go deep and meditate. What's hiding inside me? Can you see now my real beauty mixing inside my humble fragments? If so, now you can see me. I'm the one and only and the all in one. Sometimes they call me one of the poor people. Sometimes they call me one of the community's scum. Actually, I'm the black and white, the positive and negative. You need me to complete your world. I'm the one who contains the peaceful balance that everyone needs to sustain this life. The one who is selling you fresh bread every day with a humble smile. Before you leave, ask the planners, politicians, and decision makers to consider you in their future strategies. In all the urban plannings and development projects, ask them to consider all of us. We are the common people who work essential humble jobs in local communities. Please kindly advise them we do not need a designer to rearrange us. We do not need a clever to reform us, because we are simply various in culture, habits, and the way we live. They may call us problems, fragments, obstacles, of progress or the layers of the upgrading of coexistence with the global community. Before you leave,
Tell them we are brown. Yes, we are many. We are different. We are random, but we are not obstacles. We are positive potentials for a better future. Together, we are one. Our unity is in our humble diversity. We are unity without uniformity and diversity without fragmentation. We are the secret of joyful living and the secret of the strength of living. We are one in all and all in one. بشكركم يا جماعة وأتمنى يكون المحاضرة مفيدة يعني إن شاء الله أنا جاهز لأي سؤال بعد ما نخلص كلنا إن شاء الله شكرا لكم جميعا شكرا لكم أشكرك دكتور مصطفى هو عشان اللي بعتوا لي أسئلة كتير علشان الصوت يا جماعة هنحاول نظبط في الريكوردينج وهينزل الفيديو كامل دكتور مصطفى ربيع مشكورا سمح لنا إن إحنا ننزل الفيديو كامل البرزنتيشن بالفيديو كامل هينزله هو على صفحته واحنا هننزله على صفحتنا ويعني لو حد فاته حاجه في الفيديو بيقطع او الصوت كان ضعيف في بعض الاوقات ان شاء الله هنعدلها دي في الريكوردنج نشكر استاذنا دكتور مصطفى ربيع وننتقل لاستاذتنا دكتوره عفاف بدران ننتقل من عليكم السلام منوره يا دكتور الحمد لله على السلامه ننتقل من العيش المبارك الى الارض المباركه يعني نجعل ايامكم كلها بركه استاذتنا دكتوره عفاف بدران مؤسسه مجموعه درب اللبانه وصاحبه تجربه اثريه في العماره والعمران في اكثر من دوله وعلى راسها مصر والسعوديه هتكلمنا النهارده عن تجربه لعمل مجموعة من المباني والمتاحف واللاند ماركس في فلسطين الحبيبة في القدس المحتلة وإن شاء الله كانت ضمن مسابقة هي هتقول لكم عليها كانت إن شاء الله القدس عاصمة فلسطين بعد جلاء الاحتلال إن شاء الله ربنا يرد فلسطين والقدس لينا جميعا وننتقل مع أستاذتنا الدكتورة عفاف بدران من العيش المبارك دكتور مصطفى ربيع الى الارض المباركه مع دكتور عطاء بدران اتفضل يا دكتور الله يسلمك انا بحاول اعمل شير سكرين اتفضل يا دكتور بس المايك ممكن يبقى اعلى شويه يا دكتور عطاء حاضر المايك يبقى اعلى شويه حاضر بحاول كده كويس يا ريت اقرب شويه طيب يعني هحاول اعلي صوتي على قد ما اقدر انا كده كويس طيب حلو قوي هي اهم حاجه دلوقتي ان انا اعمل الشير سكرين فممكن تسمح لي اتفضل يا فندم معاك اتفضل يا فندم وطلع يور انتاير سكرين كابشن ويندو اوكي اتفضل يا دكتور المايك معاك بقى انا هقفل المايك عندي اتفضل طيب هل هو واضح العرض؟ العرض واضح بس حضرتك حاول تعلي الصوت شويه عشان الصوت بيقطع حاضر 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 اوكي العرض اللي انا بعرضه ده هي مسابقه القدس عاصمة فلسطين بعد جلاء الاحتلال وكان اقترحها المهندس حمدي سطوحي واطلقتها هيئه المعماريين العرب اللي انا هقدمه هو cultural features and landmarks for a liberated Jerusalem واشترك معايا تيم بصراحه يعني رائع الأستاذ رشا جابر ومحمد الهواري ومحمد زكي وآيال مريجي وزينب طحون وعلي بازم وسام علام كأرتست رسمت رسومات كتير عن
عن القضية الفلسطينية، وأسامة معروف، وداليا وليد كفيلم إديتينج، ولارا واكد، ودارين رفعت، وأحمد عمارة. يعني أحمد عمارة كان للأسف راح الجيش، بس هو من الناس اللي بدأوا معنا المسابقة. دي الخريطة اللي احنا اشتغلنا عليها، وأنا جايبة خريطتين. خريطة الأول اللي هي الدولية، بس هم ما يختلفوش كتير غير في أسماء الشوارع، وعشان كده أنا ما حبيتش أرجع للخريطة. أنا بقول بس المسار اللي احنا خرناه، وهنا تشوفوا اللي هي الخريطة اللي باللغة العربية وأسماء الشارع كلها باللغة العربية. المسار اللي احنا اخترناه علشان نحط عليه عدد المتاحف أو لاند ماركس، هو بيبدأ من عند بوابة يافا لغاية المجمع الحكومي اللي في القدس، اللي هو حاليا الإسرائيلي اللي فيه الكنيسة دي إلى آخره. عموما ان شاء الله ارى وردوا بلغوني شايفين ولا لا، وبيتحرك معك ولا لا. الصور شغاله يا دكتور، بس الصوت هو اللي بيقطع شويه. لا، هو ما فيش صوت في الفيلم ده. هو الفيلم ده النص كان منه صوت حضرتك اللي بيقطع. اوكي، كده سامعني؟ الو، كده احسن يا دكتور. الو، كده احسن. طيب انا بحاول اقرب من اللابتوب بقدر الامكان. هنا السباين اللي احنا اخترناه ووقعنا عليه اللاند ماركس اللي احنا عايزين نحطها. احنا ابقينا على بعض المباني القائمه في القدس، بس باعتبار ان هي هتقول لأصحابها الأصليين أو لأصحاب القدس الأصليين، فإحنا حبينا من باب السستينابيليتي إن إحنا نخلي المبنى ما نهدوش بس نعيد استخدامه. إنما اللي إحنا ركزنا عليه ككونتريبيوشن جديد هو ده بادئ من أول يافجيت. عملنا كي تاور أند مارتير ميموريال، وعملنا الميوزيوم أوف فلسطين كوز أند سافرينج اللي هو متحف المعاناة، وحديقة اسمها جيروسلم ستوري بارك اللي هي المحكة، وبعدين The Path of Palestinian Resistance اللي هو مسار للمقاومة الفلسطينية، وبعدين عملنا Peace Academy and Museum. في كمان عملنا بارك باسم فلسطين على شكل حدود فلسطين، وعملنا مش عارفه هي باينه ولا. دكتور عفاف لو اسمح حضرتك، هو في الجزء اللي تحت تاني في الصوره بيبقى طاير. طيب هو انا ممكن اعمل حاجه ان انا هرجع تاني بقى، مش هاخدها لل ممكن ما تعمليش اف 5 وتكبري الشاشه بتاعت الباوربوينت. ايوه ثواني عارفة كده كفاية ولا is that okay؟ هل كده مناسب؟ كده مناسب يا دكتور. اوكي اوكي. وهنا فيه الميوزيوم للتراث الفلسطيني بكل اوجهه، وفي متحف للاكاذيب والحقائق. المشروع كله اتقدم، هل الصورة واضحة كده؟ ألو؟ واضحة يا دكتور، واضحة، تفضل. أوكي. ده المشروع اللي تقدم. إحنا مش هنتناوله كله، إحنا هنتناول عدد من المتاحف اللي إحنا شعرنا إنها مهم عرضها في الوركشوب الحالية.
أوكي. الفكرة أول حاجة هنتكلم عليه بسرعة هي المتحف القضية الفلسطينية ومتحف المعاناة. الفكرة منه إن عمر ما شفنا إن القضية الفلسطينية طرحت من خلال متحف يظهر إيه تاريخ فلسطين وإيه المعاناة اللي تكبدها الشعب الفلسطيني على مدار 100 سنة اللي فات. في الوقت اللي لو أي حد بيتكلم على بينكر معاناة الهولوكوست اللي حصلت في الهولوكوست بيعتبر أنتيسيماتيك. معلش أنا عايزة أرجع تاني للعرض بالطريقة العادية عشان سهولة النقل من إن شاء الله يبقى ما فيش مشكلة. أوكي أنا هنا بظهر بعض النماذج للهولوكوست ميوزيومز اللي اتعملت. طبعاً هو فيه أكتر من سبعين متحف، إنما في حاجة اسمها ميموريالز. فالميموريالز دي بتتحط في كل مكان. اللي احنا شايفينه دول متحفين، واحد في برلين واحد في كندا. طبعا هما في استغلال لنقطة الضعف بان يخليك تمشي على صفائح على شكل وجوه بتتألم تقوم اوريدي تحس انك مذنب. ده برضو هنا دي ميموريالز. ميموريالز دي ممكن تبقى سكالبتشر بس محطوط في اي حديقة وتلاقي منها مثلا 7-8 في كل مدينة في الدنيا علشان دايماً يبقى فيه تذكرة بالهولوكوست. هرجع بقى للقضية الفلسطينية وهقول إن لأن ما فيش متحف اتعمل لمعاناة الشعب الفلسطيني، أنا ركزت في الجزئية دي على حادثة كلنا طرنا بيها وهي مقتل محمد الدرة في سبتمبر 2000 تحت وطأة الرصاص اللي كان بيركز وبينطلق من عدة جهات لغاية ما أصيب. هما أصيبوا الاثنين الأب والابن، بس للأسف هو الابن توفى رغم محاولة إنقاذ الوالد وكلنا عارفين. فدي كانت السكتش اللي طلع من وده كان التصور إن يتعمل نفس البوزيشن بتاع الأب اللي بيحاول يحتضن ابنه ووراء الحائط وبيحتمي في هذا البرميل اللي احنا خلينا كل الأجزاء دي البوديوم والبرميل والحائط يكملوا المتحف اللي احنا بنتكلم عليه. لو تلاحظوا ان الفتحات العشوائية هنا بتمثل ضربات الرصاص اللي كان بتطلق عليهم، والبرميل اللي هم بيحتموا فيه برضو في كسر من هنا زي دي كونستراكشن عشان يبين ان حتى البرميل اللي بيحتموا فيه فهو ما هوش حامي كافي بشكل كافي. دي لقطة تانية. عند مدخل المتحف حاولنا ان احنا نخلي الناس اللي داخله تبقى حاسه قد ايه كل يوم في حياه الفلسطيني كان بيتعرض للخطر وللثريت والستريس نتيجه ان دايما في سنايبرز ممكن انهم يقتلوه. فحطينا التماثيل الـ6 جنود اللي انتم شايفينهم دي تماثيل مش حقيقي بس عشان يدوا احساس اللي داخل المكان يعرفوه بالستريس اللي بيخوضه الفلسطيني. ده شكل المتحف من فوق. ده بسرعه كده برضو كان من السكتشز اللي بتبين الحركه ازاي، ان في صاله كبيره اللي هي فيها كل المعاناة من سنة 2000 لغاية حالياً، وبعدين متقسم History of Palestine، وبعدين حقب مروراً بالنكسة 67 وبالانتصار بتاع 73 وما قبله من حرب استنزاف إلى آخره. عند الخروج من المتحف في برضو يعني مجسمات لدبابات بتقابل اللي خارج برضو عشان تذكروا بالفرات الأزلي اللي بيتعرض ليه الفلسطينيين. طبعاً
البوديوم مش بس هو اللي متصمم، حتى السيلندر او البرميل اللي احنا شايفينه ده، دي كتلة كلها عرض داخلي فيها صالات فيرتشوال رياليتي، وفيها اكمالا لحاجات عايزه سبوت لايت. الحائط الخلفي ده اتعمل مكتبه ومدارس للصغيرين وللكبار عشان يتعلموا تاريخهم ولغتهم وتراثهم. طبعا لما بنقول كبار انا ما بقولش جامعه بس، في ناس كتير قوي فقدت فرص التعليم بسبب الاحوال الغير مستقره، فكان ضروري توجد لهم مكان يعلمهم. الو، يا دكتور سامعينك، اتفضلي. معلش اعذروني على ما حصلش ابدا قبل كده، بس معلش وارد. معلش سامحوني والله. وارد، ما فيش مشكله. حضرتك هتعملي شير سكرين تاني؟ بس هشوف سكرين، بس اول ما اجيب السلايد من حيث توقفت اذا سمحت لي. هو استاذنا دكتور راسم بدران دخل، صح يا شباب؟ المفروض هو موجود معنا. اي دكتور، هو المفروض انه موجود. دكتور راسم حضرتك منورنا يا فندم. اهلا اهلا. بس الصوت مش واضح، الصوت شوي مقطع. لا احنا بنحاول. هي مش مشكله الصوت يعني، تحصل تحصل. احنا هي الدكتور عفاف بس كتبت الصوت عندي. اوكي. اتفضل يا دكتور. اول ما تظهر عندكم ممكن تعرفني. اوكي، ده شكل البيلدينج، وبس ك طبعا الخلفيه للجزء ده كلها ليد سكرين علشان تظهر ال تبقى كشاشه عرض، لان في الكورت يارد الاوسط في الميوزيوم ده مكان للناس انها تتفرج على ده، غير ان الترس نفسه ممكن يستغل ده بالنسبه لمتحف معاناه الشعب الفلسطيني. طبعا بيبقى فيه اسقاط ضوئي على اساس انه يبقى يعني بيجذب انتباه من على مسافه. ده هنا بدخل مدخل تاني للpath of resistance علشان أعمل مسار للمقاومة الفلسطينية. ده الشكل من فوق، وهنا واضح إنه هو narrow path وhigh walls، وواخد هو shell بس واخد الكسوة بتاعته بشكل الحجر المفروض القدسي. وده طبعا هيعرض المقاومه بكل اشكالها، سواء كانت من خلال الاطفال او من الكبار، رجال او نساء. هنا في الحائط، هنا في المحكة اللي هو حديقه مفتوحه اوبن لكل الناس من غير اسوار، نو باريرز، بس واضح الستونز اللي هي اصلا كانت من أسباب أو من الوسائل البوبولر للمقاومة. والمفروض أن الحديقة دي فيها فيتشرز مختلفة، من ضمن الفيتشرز اللي احنا مقترحينها في هذه البارك لقطة
الستون وولز او بريك وولز معموله زي الليجو، فيها زي لو تلاحظوا في ست حوائط وعين، بس في حائط كبير صد، بس ما صدش لوحده، صد لان في سته واقفين وراه صدوا في الاتجاه المعاكس. وانا كنت بحاول ارمز، وده كتب في الريبورت، لان لو في قوه بتدفع من اتجاه، لو في الاتجاه الاخر كان في سبورت للشعب الفلسطيني كافي، هيفضل يقاوم وياخد حق. ده متحف للتراث الفلسطيني، وانا كنت بنيها على الفراكتلز اللي هي ممكن تبقى وحدات بتتفرع لوحدات بتتفرع لوحدات الى ما شاء الله. وده ليه يعني كان هدف، مش بس التراث التانجبل، لا كمان الانتانجبل، ويبقى فيه اجزاء خارجيه يقدر يبقى فيها عروض، بس يفضل يمتد بكل أوجه التراث الفلسطيني. التراث البلد مش بس هي اللي منهوبة، لا ده حتى تراثها بينهب. فده مهم جدا إن التراث ده لي يعني تول في التولز اللي المفروض تستخدم. آخر متحف في المشروع بتاعنا كان متحف الـ Fact Manipulation and Truth. المتحف أنا اللقطة دي بس عرض للحاجات اللي ممكن كانت تبقى موجودة في المتحف ده، من أول وعد بيلفورد اللي بيوعد إن أنتوا هتكونوا موجودين هناك بس هتحافظوا على حقوق الشعب الفلسطيني، وهو أصلاً بيعد بما لا يملك، وحتى لم يلتزم بأي عهد وعمره ما حمى أي حق الفلسطيني. فسما كان سما علام من ضمن المشاركين معانا، كانت عملت تصور جميل قوي لأنه في زي بيتقال كأنها هيلبسوه اتنين أو هيدفوا بيه اتنين، وبعدين في الآخر شخص بيستول عليه لدرجة أنه حتى مستعد يمزعه عشان ياخده لوحده. برضو من ضمن الحاجات اللي معروضة في متحف الأكاذيب اللي هو بيعرض الحقيقة من الجهة الأخرى، زي ما احنا شايفين الحدث بتاع محمد الدرة في الوقت اللي احنا شايفين قدامنا الصور ناطقة في الناحية الثانية بيقولوا ان لا ده هم ما شافوش الشخص ده وهم ما ماتش اصلا، ده كانوا بيمثلوا واول ما بيخلصوا تمثيل بيرجعوا تاني الى اخره من الأكاذيب. فاحنا كنا بنحاول فعمل المتحف ده ان احنا نظهر كل ده. والديزاين بتاع المتحف ده انا هقوله باختصار عشان احنا خلاص خلصنا، هو عبارة عن ادوار، ست ادوار متراكبة، بس ولا واحد فيهم راكب بالضبط فوق التاني، اللي هو احنا حسينا ان لا زي بالضبط الاكاذيب ما بتركبش على بعض، فيبقى الادوار برضو لا بتتناغم لا شكلا ولا خامة ولا موضوعا ولا أي شيء. التكستشر مختلف، طريقة الستركتشر بتاعتها مختلفة، حتى في بعض الأعمدة تلاقيها نازلة من الأطراف اللي هي زي projecting outwards ومش واصلة حتى لغاية الأرض، يعني baseless. فده كان الديزاين بتاعه كان بيهدف بتوضيح ده، وطبعا اشترك فيه رشا بجهد رشا جابر بشكل جميل جدا، هي وزينب طحون. الفكرة طبعا بتنبع من النقاشات والأبحاث اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، ان دايما اي مشروع بيبقى فيه أبحاث طويلة جدا قبل ما بنحط خط فيه. اخر حاجة هي متحف السلام، وده كانت فكرته بسيطة جدا، احتمال يكون اللوجو بتاع المسابقة اصلا أوحلنا بيها، وهي ان احنا اخذنا شجرة الزيتون واخذنا الحمام وفرغناها في الحائط بتاع معهد السلام. وإحنا لما بنقول معهد السلام أو أكاديمية للسلام ومتحف ليه، بنقول ده علشان إن الدولة دي لا، أو القدس اللي هي عاصمة فلسطين مش هتبقى بتكرث للحرب، إنما هتبقى بتكرث للسلام.
دي حديقة اللي أنا اتكلمت عليها في الأول، وده كان أنا أعتقد جهد مشترك بين زينب طحون والأستاذة رشا جابر، إنها إزاي الحديقة المركزية تتعمل على شكل فلسطين، على أن فلسطين دايماً هتفضل كاملة وعمرها ما هتتجزأ. شكراً، ألف شكر. ألو؟ نشكرك يا دكتور، وإن شاء الله فلسطين تفضل كاملة غصباً عن عينهم. خلينا في الفعل وليس بالفعل. يعني احنا انتقلنا من نشكر الأستاذ دكتور عطان بدران، ونرحب بأستاذنا المعماري الأردني الفلسطيني العالمي أستاذنا دكتور باسم بدران، نورتنا ومشرفنا، وهنتيح لكل الحضور يتفاعلوا مع حضرتك بعد اخر برزنتيشن لزميل العزيز والمعماري المصري الرائع المهندس اسلام المشتوبي. هننتقل من الارض المباركه الى عاصمه الرشيد وتجربه جديده ومختلفه. مهندس اسلام معانا؟ ايوه. المهندس اسلام بيكلمنا النهارده عن تجربته في تصميم في بغداد، ومسابقه ثالثه من ضمن المسابقات اللي احنا بنعرضها النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بحب نشكر طبعا الدكتور رسم بدران على حضوره. يعني هو انا دايما بنوصف رسم بدران في كلمتين، يعني المعلم والمعلم في نفس الوقت، يعني بضم الميم وكسرها. وشكرا جزيلا على الاتاحه، وبحب ابارك للدكتور مصطفى على الفوز بنال العماره السنه دي. ان شاء الله التوفيق باذن الله، وان شاء الله الظروف تسمح كده ويتم العمل باذن الله. الشاهد ان الدكتور راسم بدران كان هو رئيس لجنه تحكيم المسابقه بغداد ديزاين سنتر، هي طبعا كانت مسابقه تحت مظله تميز فئه المرحوم رفعت الجدرج. وصدقا يعني مش عشان دكتور راسم بدران حاضر، انا يعني اي مسابقه دكتور راسم بدران بيبقى فيها محكم، انا دي اكتر حاجه تحسني ان انا لازم اخش. يعني ايه اللي بيخليك تخش مسابقه؟ ان انت الموضوع يعني يهمك، وثانيا لجنه التحكيم تحس ان انت اكيد هتتعلم لما تشارك سواء فزت او خسرت، فهي الفكره مش في المكسب والخساره. الكيس بتاعت المسابقه ان هو كان طبعا احنا عارفين بعد الغزو الامريكي للعراق ان طبعا في مباني كتير تهدمت في الوقت ده، وطبعا المشكله في الحرب دايما ان مفيش حد كسبان. يعني هو مش بس المباني هي اللي بتتهدم، لا ده انت بتهدم ثقافات وشعوب وحضارات، يعني ضربه في عمق التاريخ. فالكرنت سيتويشن ان بعد ما بيحصل تطاول او غزو اصبحت حتى التراث نفسه مستباح، يعني حتى مش من يعني بعد ما الامريكان طلعوا اصبح كمان ان بعد كده لما جت داعش يعني فبقى في نوع من التجرؤ على التراث او الموروث، وده هتشوفوه حتى مش بغداد بس، هتشوفوه في الموصل. فالفكره هو التجرؤ على التراث هو في عدم احترام لجميع طبقات الشعب، وهو احنا بنقول ان الهدم او التخريب هو ليس له دين يعني، وان احنا كمان الفكره ان يعني ان انت بتهد الامل اكتر ما انت بتهد المباني نفسها. وكمان يعني الحالة دي للأسف إحنا أمتنا العربية بس مش عايشينها في العراق بقى، يعني المشكلة دي بس مش في العراق، لا حتى لو رحت سوريا هتشوفوا نفس الموقف. واللي يحزن أكتر كمان بقى مصر، يعني إحنا بنتكلم عن التراث، إحنا ما نقدرش نعزل يعني. فأنا ليه جايب الثلاث أمثلة دول؟ يعني مصر والعراق وسوريا، يعني الثلاثة بيشتركوا في حاجة، إن هم حضارات يعني ضرب زي ما بقول في عمق التاريخ حتى لم يشترك معهم بقيه الشعوب، وللاسف حظهم في الوضع اللي راهن يعني مش احسن حال يعني. ف السيتويشن نرجع تاني باك تو الكومبيتيشن سيتويشن بتاع الموقع بتاع المسابقه، ان الجدار المبنى ده كان مبنى مترصفيه بغداد، مبنى اداري اتبنى في عهد الاحتلال الانجليزي، فهتشوفوا حتى الاركتكتشر انا شايفها ملهاش فالي قوي، مش مربوطه بالسياق العمراني والمعماري بتاع حضاره العراق، بس اللي اتبقى من المبنى هو الوول اللي قدامنيه، وبقيه الوولز الثانيه حالتها مش في احسن حال يعني.
فزي ما انتم شايفين هنا ده الوضع. وطبعا في الخراب والدمار احنا ما بندور على حاره عمرانيه متدهوره يعني. فالسايت دلوقتي زي ما انتم شايفين في الصوره اللي على الشمال تحت بيستخدم ان هو عباره كان ملتقى ميتنج بوينت، ان هو عباره عن يعني بلازا الناس بتتقابل فيها. الفيجن كان هدف المسابقه ان هم يعني ترانسفورم السايت لديزاين سنتر، ان هو يقدر يعني يخدم المجتمع والبيئه اللي موجود فيها. فطبعا احنا عشان بنصمم مشروع لازم قبل ما يعني تفكر في نتيجه او ريزلت، وده اللي اتعلمناه من اساتذتنا يعني، ان انت وي هاف تو سيرش ديب، ان هو تروح في الهيستوريكال باك جراوند، لان الكونتكشوال اركتكس دايما ما بيهموش وضع البلوت او الوضع الحالي الموجوده فيها البلوت ليميت بتاع الموقع، لا هو المفروض بيبحث في طبقات المجتمع والتاريخ والثقافه والاقتصاد والعمران وكله، لان ده كله ده بيأثر في في في, في ما ننتجه يعني من عمران. فبالرجوع لحضاره العراق هنلاقيها ان هي فيري كومبلكس لاير اوف سيفيلايزيشن، ان هي يعني احنا يا جماعه ما ينفعش امريكا تيجي تقول تعلمنا الديمقراطيه، يعني العراق اتكتب فيها اول دستور في تاريخ الانسانيه، اول كود اللي هو حمورابي كود، اول دستور في تاريخ الانسانيه مش بس في تاريخ العرب ولا في تاريخ العالم، اتكتب في العراق. فاحنا دي هتشوفوها اللي هو الكومبلكس، يعني مسميها كومبلكس لاير اوف سيفيلايزيشن، هي حضاره مركبه ومعقده وصعب فهمها من اللاير اللي بره احنا كناس من بره يعني. فمدينة بغداد التخطيط المبدئي بتاعها كانت هي المدينة الدائرية بتاعت بغداد، بس هنشوف دايما علاقتها بالنهر، يعني هي علاقة المدينة بالنهر كان مكون مهم جدا، حتى لما بعد كده لما المدينة يعني الصورة الذهنية بتاعت المدينة الدائرية دي تلاشت، برضو أصبح أن النهر دجلة هو المكون الرئيسي زي أي مدينة نهرية، أن دايما شريان الحياة هو اللي بيحصل عليها، وبعد كده العمران بيبتدي ينتشر يمين وشمال. كانت في الوقت في العصور الاسلاميه كانت بيسموا بغداد لاند اوف سكولر، لا ارض العلماء، كان بيجي لها الناس من كل مكان. فازاي نفهم الكلام ده واحنا بنعمل المشروع ده برضه حاجه مهمه. ففهمنا الكونتكست بقى، الكونتكست اندرستاندنج دي، الموقع بتاعنا موجود ليه علاقه بالنهر ان هو قريب مش بعيد على شارع الرشيد وشارع المتنبي. فده النيبرهود، الاستادي بتاعت النيبرهود، فاحنا عندنا هنا شارع المتنبي اللي هو عمودي على نهر دجله، وعندنا هنا شارع الرشيد. وزي ما شايفين هنا الموقع بتاعنا موجود على اليمين. فهنا لو شفنا الكونتكست اللي حوالين الموقع بتاعنا دي الكالتشر ستريتس. فانا دايما الواحد احنا عشنا المعنى ده من واحنا صغيرين، احنا كانوا بيقولوا انه يعني القاهره تكتب وبيروت تطبع وبغداد تقرا. فاحنا زي ما انتم شايفين هنا الصوره، هتشوفوا هنا دي الصور دي حاليه بعد صلاه الجمعه، الشوارع موجوده والكتب والثقافه، فالكالتشر ستريتس دي حاجه موجوده في الدي ان اي بتاع الشعب العراقي في بغداد خاصه يعني. فكان الميشن بتاع المسابقه ان هو نيو اركتكتشر ابروتش، ان هو يساعد بغداد ان هي تسيلبريت تحتفل الهيريتج، يعني جميع طبقات الهيريتج والهيستوري بتاعت المدينه. ده كان الميشن المكتوب في البريف بتاع المسابقه. فاحنا كنا التيبيكال ريسبونس بتاعنا ان هو اول ريسبونس، يعني ان احنا بيوند ناو اللي هو ما وراء الواقع اللي موجود دلوقتي، ان احنا الوجود الابدي للغياب اللي هو الحاجه اللي فقدت، ان احنا ازاي نستلهم من الذاكره الوصفيه للمدينه اللي سميناها ديسبريكتيف ميموري، ان ازاي نستخدم من الذاكره الوصفيه دي حاجه تلهم الحاضر اللي هو انا شايفه حاضر تعيس، بس مش معنى كده ان احنا نفقد الامل. فكان الخطوات البسيطه اللي ابتدينا بيها بالمشروع زي ما انتم شايفين هنا السايد كونتكست دي حدود الارض. اول حاجه عملناها ان احنا نحترم المكون بتاع الارض اللي هو الوول الموجوده دلوقتي، فخدنا منها سيت باك، وبعد كده ابتدينا نشكل البلازا اللي هي الميتنج بوينت الكبيره اللي موجوده هنا، وبعد كده ابتدينا نعمل الميتنج، نعمل لها يعني نعمل خليها مور انتيميت سبيسز، فهي تبقى عباره عن تو كورتيرز وما بينهم لينكج يعني كونكشن. وبعد كده ابتدينا نفتح المشروع من 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 الخلف ومن قدام، ونعمل الكونكشن دي بحيث المشروع يبقى ميتنج بوينت، ما نفقدش فكره ان المشروع هو كان الملتقى، يعني ما نقدرش نبني مبنى موجود يهدم فكره ان دي ساحه والناس بتتجمع فيها. وتاني حاجه ان احنا كان من دي 1 التوجه بتاعنا ان احنا المشروع ما يبقاش عباره عن اوبجكت دخيل على الكونتكست، فقدرنا نعمل المشروع يبقى عباره عن انتيميت
يعني فابريك جوه الارض. طب ايه الفكره من كده؟ ليه حاولنا نكسره كده نعمله مايكرو كلايماتيك؟ لان احنا بنؤمن ان يعني اولا لازم يتماشى مع الفابريك اللي موجود، فيبقى فيه نوع من التراحم والقبول والاكسبتنس في قلب الكونتكست. ثانيا ان المبنى مهما كان صغير انه يقدر نعمله فيزنج، يقدر يتقسم على مراحل. طب وخصوصا كمان ان الناس هي اللي ممكن تبني المبنى ده، والصوره الذهنيه بتاعت المبنى هتبتدي تكبر مع وعي الناس اللي في المنطقه، يحسوا ان هم اللي بنيين المبنى، فالمبنى اصبح بيجرو مع الوقت. فالديزاين ابروتش ان احنا قلنا هنعمل انذر كلتشر ستريت اللي انتم شفتوه هنا ده، يعني احنا بنكمل الكونتكست الموجود بحيث المشروع ما يبقاش عباره عن اوبجكت عامل بلوكينج يعني للاكتيفيتيز، لا بالعكس ان احنا فتحنا قلب المشروع يبقى عباره عن اوبن هارت كده وامتداد للشوارع الثقافيه، ده احنا عملنا ادينج اكسترا سبيس للمنطقه وسميناه كلتشر كانيون. وطبعا يعني الفكره من فكره الكانيون دي ان احنا نعمل كيوريتنج اليوزر اكسبيرينس، ان احنا داخل الفراغ نفسه الصوره الذهنيه للمتلقي واللي بيمشي جوه المشروع بيمشي في رحله، انا يعني سميتها رحله الألم والأمل في نفس الوقت. أنت طبيعي للنفس البشرية لما بتخش على الممر ضيق أو سكة أو زقاق على طول بتبص للسماء في نوع من التصعيد الروحي، وبعد كده بتوصل أن أنت تقرب جدا من الوولز ديت اللي احنا هنحكي ليه الوولز دي حكايتها ليه قريبة من بعض الانتمس اللي فيها ده، لغاية ما توصل للبلازات اللي هي فيها الكوميونيتي اكتيفيتيز. فاحنا خدنا المشروع از ان اكسكيوز، عذر ان احنا نعمل فيه جيرني ان الناس تقدر تمشي جواه وتوصل للنهر. فمن ضمن الحاجات اللي كانت تهمنا قوي في الشغل هو اللي اسمها تايم سبيس ريدنج تو بي كلير، ان احنا لما طبعا بتبني في على ارض مثلا ارض مبنى تاريخي او مبنى قديم لازم تفرق بين العصور، ايه الاديشن الجديده اللي اتعملت وايه الاصل المبنى بحيث لا يختلطوا مع بعض، يعني بعد 20 30 او 100 سنه الناس ما تعملش ميكس ما بين ايه اللي كان قديم وايه الجديد. فلازم تكون الريدنج دي كلير. فعشان كده زي ما انتم شايفين هنا اول حاجه يعني عملنا كذا استراتيجي في الشغل، يعني اعتبرنا الوول الموجوده دي كانها واير فريم والمشروع بتاعنا ازاي هيبان من جوه، فاستخدمنا ثلاثه استراتيجي استخدمناهم في قلب المشروع. اول حاجه ان احنا لما خدنا السيت باك فاحنا عملنا زي انفيل ماتيريال اللي هو الجلاس، فتقدر تشوف الوول القديمه وتقدر تشوف المبنى الجديد وما بينهم ماتيريال فيري ترانسبيرنت فتقدر تشوف فرق الزمن. يبقى دي اول حاجه ان احنا خدنا سيت باك. تاني حاجه ان احنا خدنا يعني بيجر بلازا ان احنا بحيث تقدر تشوف الوول وتدركها سواء من ورا او من قدام، ده برضو تاني تعامل تعملناه. وتالت تعامل ان احنا عملنا تاتشنج اللي هو في الكورنر بتاع المبنى عملنا زي فيو وديك كده بحيث تقدر تطلع وتشوف النهر من فوق، فكأن دي يعني انت طالع فوق المبنى القديم ساند عليه وكأن المبنى الجديد يعني بيبذغ من او بيولد من رحم المبنى القديم اللي كان موجود في علاقة فيه نوع من التماس والهارموني، بس الاهم هي الاحترام ريسبكت. فحتى هتلاقوا الديزاين لانجويج هنا فيري سمبل عشان ندي مور من الابريشيشن للمكون القديم اللي كان موجود. فهنا استطعنا الحمد لله ان احنا نخلق زي يعني المشروع يبقى عباره عن قريه صغيره جدا جوه الارض وفيها نوع من التراحم، فيها نوع من احترام السكاي لاين، والبس اللي قدرنا نطلع فوق اللي هو الووتشنج تاور او اللايت هاوس الموجود ده بحيث تبقى فرصه اوبورتيونيتي الناس تطلع فوقيه وتشوف النهر اطلاله يعني على نهر دجله. فدي كان السكتشات المبدئيه ان احنا ازاي الجيرني اوف بين اند هوب ازاي نقدر نخلق الكالتشر كانيون اللي احنا سميناه كده كالتشر كانيون، يعني الممر او الوادي الثقافي. وفكرة الكانيون اللي هي فيها نوع من الحميمية وفي نفس الوقت فيها نوع برضو يعني ان انت الناس تقدر تقرب من الوول اللي عملناها دي زي مثلا زي البطرة وكده وانت ماشي في سكة فيها نوع من الالهام الذهني يعني. وطبعا استخدمنا الروفز ان هي دايما الروف كان في العمارة العربية القديمة is the fifth facade كان بيستخدم الناس تطلع فوقيه بتنام فوقيه بتستخدمه فوق. فاحنا الروف اصبح عبارة عن extra space added للمشروع. هنا من ضمن الحاجات برضو اللي كنا مركزين عليها سكلابتنج ذا فويد اللي هو نحت الفراغ، ان الفراغ الموجود ده انا دايما بؤمن ان الفويدز اللي في اي مشروع هي لا تقل اهميه عن السوليد، لان هما الاثنين بيلعبوا البوزيتيف والنيجاتيف دول بيلعبوا مع بعض. فكره ان هو ايه الاكتيفيتيز اللي ممكن تحصل وتحيي المشروع وتديله حياه وفاليو اكتر من البرنامج اصلا المطروح يعني.
فانا زي ما انتم شايفين الفويد ده اصبح هو السنتر اوف اكتيفيتيز اللي الناس تقدر تمشي جواه وتقدر تنجوي المشروع. وعملنا كمان الوول دي بنتريتد يعني مخلله ان انت تقدر يعني البيبان تقدر تفتح وتدخل في ساحات القاعات العرض بمنتهى الاريحيه. طيب ايه اللي اتعلمناه من ليرنينج فروم ذا باست؟ ان احنا ودي الكلام ده اللي انا اتعلمته من استاذي يعني راسم بدران، ان الشوارع في العمارة العربية القديمة هي دي كانت الاربن ليفينج روم، هي دي كانت المجلس او الـ او الـ او الـ او الـ اللي بتحصل فيها الاكتيفيتيز كلها. فاحنا باي ادينج الكالتشر ستريت اللي احنا عملناه ده بنرجع للمدينه تاني احد مكوناتها اللي هي بتفقد في مدننا العربيه الحديثه، فكره ان الشارع اللي بيحصل فيه ديالوج السوشيال اكتيفيتيز الجاذرنج سبيسز اللي بتفقد بسبب عدم احترام المقياس الانساني في التخطيط والتصميم. فاحنا بنحاول نرجع الكلام ده تاني. فادينا بعد المشروع ان هو يبقى اربن ابروتش المشروع بس، يعني انا دايما بعتبر المشروع الناجح هو اللي بيتعدى حدود النفع الانيه او الحاليه بتاعته، ان هو مش بس نعمل مركز بغداد للتصميم، لا ده احنا قدرنا نخلق جوه المشروع فراغ حضري يتعمل له لينك ببقيه الفراغات الحضريه للمدينه از نتوركس. فاصبح المشروع عباره عن اضافه للمدينه بجميعها وليس بس للبرنامج المطلوب للمسابقه. فزي ما انتم شايفين هنا يعني ان المشروع بيتوصل فراغات الحضرية بالشوارع والأزقة والساحات بتاعة المدينة بيخلق فراغ حضري وopportunity جديدة. ف يعني بيسموها giving back to the city، ان انت بدل ما احنا كنا نبقى جريدي وبخلة ونملى الارض بتاعة المشروع بعبارة عن بلوكات طوب وخرسانة، لا بالعكس ان احنا عملناه مخلل بحيث المدينة كلها تستفيد منه، واحنا went beyond the boundaries. يعني فزي ما انتم شايفين هنا الممر الثقافي اللي هو الكالتشر كانيون والبلازات الموجودة هنا دي بتحيث تخلق عبارة عن حركة جوه المشروع ونيو اكتيفيتيز يعني. فالمهم بقى ان احنا كمان التكتونيك اللي هو الفكرة ان الروفز تبقى مستخدمة as a small يعني village كده فوق الناس تطلع فوقها برضو experience الكونتكست كله، وفكرة السكاي لايتس. فدايما الوول اللي عملناها دي اللايت فيه ووش لايت جاها natural light جاية من فوق، هنشوف اللقطات بعد كده. فالمشروع الاضاءة الطبيعية بتاعته indirect و very natural، وبنحاول نستخدم اللي هو معاني العربية العمارة العربية القديمة بشكل contemporary يعني. فالمشروع نفسه هو بيخلق حلقة وصل connectivity ما بين النهر وما بين الكونتكست اللي وراه. الساحة والبلازا اللي عملناها دي activities is free use، ان هي ملتقى الناس تقدر تتجمع فيها وتستخدمها، extra city space الactivities والفعاليات. والأهم بقى ان احنا قدرنا نرجع الارتستيك ابروتش للمشروع اللي هو الارتستيك ستريت، ان احنا خدنا المشروع as an excuse ان هو يعرض عليه لوحات فنية بتتغير. فالمشروع اصبح كأنه كائن حي بيتجدد. فهو يعني دايما ان انت تاخد المشروع ان اكسكيوز ان انت تقدر تستخدم فيه فاليوز كتيره. فزي ما انتم شايفين ان هو تخليد الفن العراقي والتراث اللي هناك بشكل برضو ده كان هيساعد على احياء المشروع. بعد كده فكرنا في الماتيرياليتي، طب الوول الكانيون اللي احنا عملناها دي الماتيريال بتاعتها تبقى ايه؟ فروحنا للتراث، كانوا بيستخدموا الستاتيوس والنحت والكلام ده من ماده الالباستر، فقدرنا نستخدم الماده دي هي تبقى الكانيون، ودي ساعدتنا ان المشروع يبان كانه لانترن عباره عن فانوس حتى وهو المشروع يعني مقفول بالليل، فهو عباره عن نقطه اضاءه في قلب الكونتكست كله. والاهم من كده ان احنا يعني زي ما انتم شايفين رجعنا الوركمنشيب اللي هو فكره الحرفيه والتقاليد اللي كانت موجوده والكتابه السومريه، لان احنا يعني رجعنا خالص باك تو يعني اللي هو الكتابه السومريه والكود العراقي ده لم يشترك معهم احد يعني. فهو الفكره ان انت ازاي ترجع تو جو دايف دي في الهيستوري وترجع بيه في الفيوتشر تاني. فزي ما انتم شايفين هنا الديالوج ما بين المباني خلقت نوع من يعني من الحوار الثقافي ما بينها وبعضيها، بتضيق وبتوسع ودخول الاضاءه فيها بشكل غير مباشر لقاعات العرض. هنا الاستخدام الصبات واللينكج اللي هو اللي كان بيستخدم في العمارة العربية القديمة اللي هو اللينكات اللي هو الممرات حتى اللي هو حتى عندنا في مصر موجودة في العمارة العربية بشكل عام، يعني القناطر ما بين المباني وبعضيها دي بتديك إمكانية ان هو اتجاه الرياح يعني بتساعد على البريشر والسكشن بتاع وبلس انها بتدي نوع من برضو الإطلالة الجيدة. من ضمن الحاجات اللي كنا مركزين عليها ان الوول دي نفسها تبقى very artistic، نرجع فكرة انه احنا يعني احنا اهل صنعه واهل حرفه، ازاي نرجع الكلام ده تاني
للواقع بتاعنا يعني. فدي لقطات تانية للمشروع اللي شايفين هنا، ان المشروع يعني عبارة عن ممر الكانيون ده، بس البيبان دي عملناها بيفيد دورز بنفس الماتيريال بحيث تفتح وتنجيج البابليك يدخلوا جواها. كان المشروع يعني عبارة عن فتح قلبه كده للكونتكست. فكرة الساحة والبلازا هي فراغ مجتمعي free for use، ان هو الاطفال يستخدموه، محاضرات، ندوات، لقاءات، سكرينينج يحصل فيه. هنا زي ما انتم شفتوا جوه المباني نفسها فيه كورتيرز، والاضاءه اللي نازله من فوق من السقف بشكل اندايركت. ويعني هو الفكره من المشروع ان هو يعني يفعل دور الكوميونتي في قلب يعني وقلب العماره المجتمعيه في قلب الكونتكست. طبعا السكشن انا دايما بقول ان العماره العربيه القديمه بشكل عام يعني ما كانوش بيستخدموا التكنولوجيا اللي بيستخدمها دلوقتي، بس كانت ذكيه جدا، ودليل ان هي فيري سستين لغايه دلوقتي. فباستخدام فكره الـ توجيه الممر ناحيه اتجاه الرياح ده بيؤدي ان العماره نفسها تبقى فيري سستينبل من غير ما نستخدم لا ليد ولا جرين بيلدينج كود ولا الكلام ده، لانه في الاخر يعني الجود اركتكتشر مش محتاجه ان احنا نكلفها جامد بالتكنولوجيا يعني. لو شايفين هنا الهواء بيخش ازاي، بيخش على الكورت يارد، وهنا كان عندنا ووتر فيتشر تحت الشجره اللي موجوده. فازاي حركه السيركيليشن نفسها بتعمل نوع من التهيئه المناخيه. هنا الولز هنا زي ما انتم شايفين الواجهه بتاعه المشروع عباره عن فيها نوع من الكونتراست، بس هامبل كونتراست ما بين القديم والجديد الموجود. المشروع ازاي علاقته بالوول عباره عنها كانها قريه موجوده جواه. الفلور بلانز كانت عباره عن فيري ايزي، عباره عن اوبن ديموكراتيك فلور بلان، بحيث ان الناس تستخدمها بتلقائيه وعفويه، يعني مش ريجيد بلان يعني. والحمد لله دي بقى كانت نتيجه المسابقه، ان احنا ربنا قدر لنا ان احنا نفوز بالنوربل منشن في جائزه التميز. وبعد كده كملنا على المشروع وسلمناه في جوائز ثانيه. بس احب اقرا كلمه لجنه التحكيم بتاع التميز، قالوا انه ذا بروجكت از رايتلي كونسيدر ذا وايدر اربن سايت اند كرييتس كونكشن. وقالوا الاهم ان هو يعني it shows a particular strong urban approach. كملنا على المشروع بعد كده الحمد لله، قدمناه في جائزة الاتحاد الدولي للمعماريين في باكو، والمشروع الحمد لله قدر لين يفوز بجائزة المركز الثاني في best non-realized project about the restoration. وبعد كده خدنا بقى الخطوة أبعد، رحنا في مهرجان العمارة الدولي في أمستردام السنة اللي فاتت، وكان الحمد لله حضور جيد يعني، والمشروع اتعرض وقدر ليه الفوز. ويعني كان ده تعقيب لجنة التحكيم، قالوا إن المشروع يعني it's a humble and respectful approach towards inherent cultural values of the site. يعني إن المدخل التصميمي اللي خدناه هو very humble متواضع، وrespect بيحترم فكرة الـ values الموجودة في قلب الموقع. وأحب أنهي يعني البرزنتيشن، وأسف لو طولت عليكم، إن a nation stays alive when its culture stays alive. يعني تبقى الأمم ما بقيت ثقافتها وتراثها وحضاراتها، لأننا يعني كما تعلمنا من دكتور ناسم بدران يعني إن هو كان الأماكن وطن، والوطن روح، والروح سر، والسر أمل. هو الأمل ده اللي بيخلينا نقدر يعني نكمل، وإن شاء الله بإذن الله يعني الأمل في ربنا إن الوضع بتاع بلادنا العربية كلها تتحسن. وطبعاً بنهي كده إن أنا أحب أشكر التيم اللي هو بقول Culture Canyons a project for community، والتيم كله اللي اشتغل معنا ده مش موجود إسلام لوحده، لا بالعكس موجود تيم، والحمد لله يعني أتمنى يكون المشروع يكون حاز إعجابكم. شكراً جزيلاً. نشكر المهندس إسلام المشغولي، عرض رائع كالعادة. وهنبدأ نتلقى الأسئلة، الناس تبدأ تبعت الأسئلة برايفت ليا، وأنا هو اللي عايز يرفع يسأل السؤال بتاعه يتفضل يرفع إيده وإحنا هنجاوب. بس أنا عايز أنبه مجموعة حاجات، في آخر الندوة إن شاء الله هينزل فورم للزملاء الحضور يسجلوا في الفورم ده عشان يتبعت لهم شهادات افادات الحضور للايفنت. يعني في اسئله كتير اتبعتت اوريدي اثناء المحاضرات، استاذن حضراتكم هنوطيها الاول وبعدين نبدا نتلقى الناس اللي عايزه تسال بنفسها. يعني اول سؤال اتبعت كذا مره وكذا حد، عايزين الثلاثة المتحدثين يقولوا لنا هم ليه بيشاركوا في المسابقات، او ايه العائد بتاع المسابقة او الفايدة من المسابقة. فهنبدأ بدكتور مصطفى ربيع. دكتور مصطفى لا انا معاك
اتضح على طول. انت ليه بتشارك؟ انا معاك. يلا سامعين كده كويس؟ سامعك سامعك. والله هو في مقولة كده بتتقال احنا دايما بنتعلم، يعني مهما كبرنا في السن ومهما كبرنا في العمر دايما بنتعلم. والحاجة الوحيدة او الحاجة الكويسة لنا احنا كمهندسين معماريين ان انت دخول المسابقات ده بيزيدك انت تعليم، يعني انت تتعلم من نتيجة المسابقة سواء كانت فوز او حتى خسارة. يعني اغلب المسابقات العالمية حتى لو انت قدمت وخسرت بيجي لك فيدباك من لجنة التحكيم، فانت بتعرف الفيدباك ده وده بيساعدك ان انت تتعلم اكتر. فاحنا في مرحلة تعليم مستمر للنهاية، ودي اول حاجة. تاني حاجة الاحتكاك مع المجتمع المحلي والعالمي الاثنين، يعني انت عشان تقدر تنمي موهبتك الاول كمهندس معماري في التصميم وخبرتك لازم تحتك جدا بالمجتمعات المحلية والعالمية. هتحتك ازاي بالمجتمعات المحلية والعالمية؟ بدخولك المسابقات ايا كانت المسابقة. يعني في ناس ممكن يقول لك طب دي مسابقة صغيرة جدا انا مش عايز ادخل فيها، وفي ناس تقول في ناس تانية تقول لا دي مسابقة كبيرة على حجمي ما اقدرش ادخل فيها. لا بالعكس، ايا كان حجم المسابقة هي ايه، لكن لو انت درست المسابقة بعمق ودرست ابعادها بكل النواحي بتاعتها، ده زي ما قلت لك بيساعد ان هو بينمي الخبره بتاعتك وبيقويك في شغلتك في مهندس كمهندس معماري، وبيزيدك خبره وبيزيدك تعليم. دول يمكن الاثنين الاساسيين. يعني اشكرك، اتمنى جاوبت السؤال. دكتور عفاف، السؤال موجه لسيادتك دكتور عفاف. اوكي سامعني؟ اتفضل. اولا يعني انا طبعا بالاضافه للكلام اللي سبقني الدكتور مصطفى قاله، فانا كان معايا مجموعه جميله جدا من الشباب في المسابقه دي بالذات، ويعني كنت عايزه فعلا ان الموضوع الوعي بالقضيه الفلسطينيه ما يموتش. فكان التوجه ان احنا داخلين المسابقة مش مهم نكسب، بس المهم إن فترة الدراسة والبحث. إحنا للأسف إحنا خلال المسابقة كان إحنا جربنا الشغل إن كل حد فينا يبقى في بلد مختلف من قبل الكورونا يعني من قبل العزل ومن قبل كل ده، وإحنا بنشتغل. حد كان في ألمانيا، حد كان في ماليزيا، حد أنا كنت في إنجلترا، في كان من الناس بعضهم في أقاليم مختلفة. فبس هي الجميل اللي فيها إن رغم إن إحنا كنا في بلاد كتير، إلا إن إحنا حاولنا على الأقل في الأسبوعين الأخيرين إن إحنا نجمع الشغل، وجمعنا قبل الشغل وقبل التسليم الرغبة والحب للقضية إن إحنا عايزين ننصرها. كانت الحافز كان عند معظم اللي كانوا بيشتغلوا هو إن المشروع ده ممكن يتعرض في باكو، أو في مش في باكو في اليو اي اي اللي هيتم في البرازيل في ريو دي جانيرو. بس يعني كان الواحد بيقول اوكي ايه اللي احنا عايزين نقوله لو 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 المشروع ده اتعرض. فاحنا حطينا كل الافكار اللي احنا نطرحها او انها توصل لناس، وبس. فده كان حافز بالنسبه للمسابقه دي. اما فيما يتعلق بالمسابقات بوجه عام، فهي مهم جدا، لان زي الماراثون انت ممكن ما تجريش، بس لو في ماراثون هتجري. اوكي، فهي الفكره انها بتبقى مناسبه جميله جدا. انا بعتبر المسابقه نوع من الفستيفال اللي بيخلي الواحد يبقى بيحاول يطرح افكار ويحاول ينقل الافكار دي لتصميم وهكذا. ف it's a very good opportunity for every architect and every designer انه to pursue كسب او مكسب. شكرا. مهندس إسلام.
اشكرك طبعا، انا مش هضيف كتير عن الزوم اللي قالوه، واتمنى بس نتيح وقت اكتر لدكتور راسم بدران كلنا نسمع ونتعلم منه. يعني دكتور راسم بدران مبعوت لي لسته اسئله، ده هنقل منك لدكتور راسم بدران. خلاص يبقى نفرض وقت الدكتور راسم كلنا نتعلم منه. هبدا مع دكتور راسم بدران دلوقتي، لسته اسئله بقى عمال اكتب بس يعني. تمام طيب خلاص حضرتك مش هتضيف. دكتور راسم بدران هنستاذن حضرتك تشارك معانا في الإجابات على الأسئلة من فضل حضرتك يعني. تمام، أول سؤال حضرتك معانا دكتور راسم. دكتور راسم سامعني؟ أيوه كده سامعين حضرتك، اتفضل. أيوه أول سؤال مبعوث لحضرتك ثانية واحدة، المهندسة هبة بتسأل حضرتك، بتقول السؤال هل حضرتك تنصح ايه الطلبة ان هم يشاركوا في المسابقات، وايه الاستفادة والخريجين يستفيدوا ازاي من المشاركة في المسابقات المعمارية؟ يعني بلا شك ان المسابقات بتعطي مجال للتنوع، تنوع بطبيعة المشروع، البيئة الاجتماعية التي يمثلها هذا المشروع اينما كان، وبتعطي كمان انه واحد يخرج من صندوقه الخاص، يعني ينطلق الى 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 العالم الاخر، العالم الذي هو مش وطنه انما الاوطان الاخرى. فهي بتعطي مجال للحوار، قدرتك على ان تحاول ثقافات اخرى، ان تحاور الاشكاليات اللي تحصل في هذا المجتمع العالمي. وبعتقد ان هي بتعطيك كمان، بتضيف معرفه اضافيه ما هي العمارة، لأن يعني العمارة هي تشكل جزء من شخصية هذا الإنسان أينما وجد. فهناك نتعامل مع شخصيات متعددة، حلو تدخل حالك في هذه الشخصيات وتحاول أن تبرز من خلالها ما هو يمثل ما يسمى عمارة المكان أو عمارة هذا المجتمع أو عمارة هذه الخصوصية التي تميز فيها هذا الإنسان أو هذه المجموعة من الناس. زي ما شفت أنت في المسابقات مثلا زي المشروع بتاع بغداد، أنت تتعامل الآن كأنك بغدادي، كأنك عراقي وليس مصري. وعندما تتعامل مع البافليون بتاع البندقية، أنت تعاملت مع الصعيد، تعاملت مع الفلاحة، تعاملت مع، أنا عجبتني فكرة أنه تترك ما يسمى، يعني تبحث عن العمران المجتمعي وليس العمران المادي، اللي هي سلوك المجتمع في العمران خلال اللي بتعمل الخبز دي. يعني لأنه أنا بعتبر أن المكان، عندما تقول أن المكان عامر، هو عامر بالإنسان، فكأنه هذه الخبازة اللي بتعمل الخبز هي دي العمارة. بس كيف هي أنا بعتقد أنه هذا التنوع يثري عقل الإنسان، يثري قدرته أنه كيف يتخيل، كيف يعني يحول اللاحس الى حسي. احنا عاده في داخلنا في كثير من الهواجس، كثير من التاملات، بس ينقص هذا التامل، كيف انقل هذا التامل الغير حسي الغير ملموس الى شيء مادي حقيقي يسري هذا التامل الخيالي. يعني هذه الفكره بين الذي هو في الذاكره والذي هو بالواقع المعاش. فأعتقد إنه المشاريع اللي طرحت هي تشكل جزء من حتى متحف فلسطين أو حتى القدس، موضوع القدس، مع إنه القدس كان محتاج قصة أقوى، يعني كان محتاج لكيف تربط بين عناصر المشروع. وأنا بهمني مش بس المتحف أو متحف المقاومة أو متحف تاريخ فلسطين أو تاريخ القدس، أنا بهمني ما بين المتاحف ماذا يجري. يعني في رأيي هذه نقطة مهمة حتى القصة تكتمل. فهذا يشكل جزء من تأليف ما يسمى الانتقال من معرفة إلى معرفة أخرى. هذه الانتقالات بين المعارف تشكل لك ما يسمى الرؤية الشاملة لقضية هذا المجتمع أو لقضية هذا المكان أو فلسطين أو القدس. بالنسبة لإسلام شتولي، مشروع بتاع وسط بغداد، أنا بعرف أنا كنت محكم فيه من ضمن جائزة حسن الفتيح، من جائزة رفعة الدرجة في كوفنتري. أنا بتصور المشروع طوره للأحسن، يعني أنا شفت إنه اشتغل عليه أكثر. هو الفكرة فيها إنه كيف تتعامل أنت مع حائط له تاريخ،
هو تاريخ ايام عهد البريطانيين يعني له كان ترسيد لحاله من تطور المدينه او طبقات المدينه التراكميه عبر التاريخ الحديث. كيف نتعامل مع هذا الحائط؟ كيف نتامل هذا الحائط؟ وكيف ان هذا الحائط يواجه نهر دجله؟ اين دجله من ضمن هذا البناء؟ اين الزراعه؟ فهذه كانت نقطه كثير مهمه في التحكيم، بس ما بديش ادخل بتفاصيله، بس هي اهم شيء انه سام اشتغل عليها، يعني بشكل انه طور المشروع تبعه وبهنيه على ما عمله. بس انا برايي انه هذه فكره انه كيف تضع حالك انت في مجتمع اخر، انا كثير مهم ما يكون عندك نمط خاص فيك تفرضه على انماط على مجتمعات ثقافات اخرى، بالتالي المسابقه تحرك من نمط الشخص تبعك، انت بتحاول تبحث عن ما يسمى شفره المكان، وهذه بتحتاج الى 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 تامل هذا المكان ان تعيشه، يمكن من خلال كمان وجود وسائل الانترنت، وسائل يعني عالم بسميها العولمه التقنيه المعرفه، هذه التقنيه السايبر تعطيك مجال انك تعيش هذا الفراغ، ان كنت من نيويورك ولا ان كنت في باريس ولا ان كنت في برلين. فبتصور انه الفكره انه المسابقه هذه بتعطيك، المسابقات بتعطيك مجال ان تتعلم اكثر من ان تعمل عقد مع صاحب عمل وتلبي له ما يطلبه. انا هون بلاقي انت هنا اصبحت وصلت لمرحله ان العالم لك تتصرف به وليست مرتبطه بجنسيتك، انه كيف تتعامل مع عدد، أن اصبح انت جنسيتك مجموعه جنسيات وليس جنسيه واحده. وهذا يمكن انا بتكلم لما كنت في المانيا تعاملت مع الالمان كاني الماني، تعاملت مع القدس كاني مقدسي، تعاملت مع سوريا كاني سعودي، تعاملت مع الكويت كاني كويتي. في بعض المعاملين لا لهم طابع معين، بقول لك انا عاوز افرض طابعي او نمطي في 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 حيث اذهب بغض النظر اين خصيت هذا المكان الذي انا اذهب له. يعني بعتقد انه هذه الممارسه اللي شفتها اليوم كثير كثير كانت جيده، تعطيك مجال انه هذا التنوع، وكان في يعني انا اعتبرتها ذكيه كيف اختاروا عده مشاريع في عده اماكن جغرافيه وفي عده اماكن لها اشكاليات. يعني بهنيكم على هذه اللي بسموها البوتقه الجميله من الاعمال التي عرضت. طبعا تحتاج لنقاش طويل، بس الوقت بيطلب من وقتها ساعات نناقش كل مشروع كيف ننظر، بس على الاقل المشاريع تميزت بانها تنوعت في 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 محتواها، القيم قيمي، يعني بتحكي عن القدس والجهاد والتحرر، بتحكي عن اعاده احياء مدينه تعذبت هي العراق، و ثم كيف تنظر للمجتمع المصري الذي هو جماله بالصعيد، يعني كيف انه هذا انه 80% من مصر هي الزراعه، كيف الزراعه بثقت بهذه الفلاحه الجميله الحامل الخبز على. فاعتبرت هذه يعني جدا فكره ذكيه، ان لا تعمل شيء معماري، تعمل شيء اجتماعي، هذا كثير اعتبرته رائع. نشكرك. وفي اسئله كثير يا دكتور، بس هنمشي بالترتيب، في اسئله كثير موجهه لحضرتك يعني، فنرجو ان حضرتك يتسع وقتك لينا. تمام دكتور مصطفى ربيع، في سؤال لحضرتك، كيف تختار فريقك؟ وسؤال ثاني، هل تنصح الطلاب بالمشاركه في المسابقات لوحدهم يعني، ام الاستعانه بدكاتره واساتذه معاهم في المسابقات؟ لا انا تعرف انا بفضل ان الطلاب من عده صفوف مختلفه يشتركوا سوا، يعني ما عندي بالعكس انه يكون عندك طالب سنه خامسه يتعاون مع طلاب من سنه ثانيه وثالثه، هنا بتعلموا اكثر ما يتعلموا من الحصه. انا بعتبر هذه هي وهذه كمان حصه في المانيا، كان دائما يكون في مشاريع تلاقي واحد من الصف الخامس او من السمستر العاشر يتشارك مع طلاب من السمستر الخامس، بتلاقي الحماس والتعلم شديد. وانا بعتقد هذه التعلم الحديث، انه تخلط بين الصفوف، لا تخلي الصف كل صف له، لانه احيانا في شباب في حتى في صفوف يعني مبتدئه في عنده في منهم مواهب، يعني ممكن تسري موهبه او 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 معرفه شاب او طالب السنه المتقدمه، يعني السنه الخامسه. بعتقد انه الطلاب حلو يكون هذا ميراث بين طلاب، ممكن اساتذه بعض منهم يشارك يعني يعطوهم زي الجوري، بس خلي طلاب هم نفسهم
بتنوع سنينهم يتعاملوا مع بعض، مش سنة بس خامسة، لا افتح على كل السنين راح تلاقي حماس. وهون بيجي التعلم عند السنين الأولى، بتعلموا تعلم أكثر بكثير مما تعلموه من حصة الصف، لأنه هاي بتعطيهم مجال الاحتكاك، لأنه الاحتكاك بين الطلاب يكون احتكاك عفوي، احتكاك ما في حاجز اجتماعي. أحيانا بصير في عراق، أحيانا بصير في نوع زعل، بس هذه هو التعلم. بتصور إنه هذه فكرة إنه تخلي الطلاب يتعاملوا مع المسابقات من عدة سنوات وليس من سنة محددة بالذات، يعني تيم وورك قصدي. تمام. دكتور مصطفى ربيع. دكتور مصطفى ربيع سمعني؟ نعم أنا معك. أنا بضم صوتي طبعا للدكتور راسم بدران. يعني هو الحقيقة مش بس كمان يعني طلاب من مختلف المستويات التعليمية يتعاملوا مع بعض، لا بالعكس، ده احنا بنشجع الطلاب كمان يتعاملوا مع بقية التخصصات مش بس العمارة، اللي انت ساعات كتير عشان تقدر تفهم ابعاد المسابقة من نواحي كتير. ساعات انت بتلجأ لمهندس انشائي لو انت عندك تحدي ستراكشر مثلا، ساعات بتلجأ لعلم الاجتماع لو انت الموضوع كله هيروح ناحية اجتماعيات او البيئة او whatever او ساينس. يعني لو انت عندك كيدز ساينس ميوزيوم مثلا، فانت هتحتاج يمكن اكيد تلجأ تدخل في الساينس، تدخل في طبعا حاجات كتير. فهو بس مش بس طلاب العمارة بس يكونوا متعاونين بمختلف الليفلز، لا ده كمان احنا بنشجع ان هم يتعاملوا مع بقية التخصصات الاخرى المختلفة. وبالنسبة لل أنا أعتقد سمعت سؤال برضو، هل لوحدهم ولا يكون معهم مشرف، مش كده؟ لا، هو هقول لك حاجة، هو على حسب طبيعة المسابقة. يعني في مسابقة يستحسن يكون في حد خبرة. حد الخبرة ده مش لازم يكون دكتور، يعني ممكن يكون مهندس في مكتب، ممكن يكون يعني زي ما قلت لكم ممكن يكون مثلا فيلسوف ياخد منه مقولات ويبدا يفهمهم المقوله دي عامله ازاي. لازم يكون في حد خبره شويه، لكن في مسابقات مش لازم. يعني في مسابقات ممكن الطلبه لوحدهم من غير مشرف ممكن يدخلوها، يعني على حسب نوع المسابقه، على حسب حجمها، على حسب الابعاد بتاعتها، على حسب كمان في حاجه انا عايز يمكن اشير اليها، كل ما يبدا الطالب بدري كل ما بتزيد خبرته المعمارية بسرعة. يعني أنا من تجربتي الشخصية الحقيقة أنا بدأت المسابقات من بعد ما اتخرجت. يعني زمان أنا اتخرجت 2002 ما دخلتش ولا مسابقة معمارية غير بعد ما اتخرجت، لكن دلوقتي الحمد لله إحنا عاملين حتى في الجامعة كل الطلبة من سنة تانية، مش من سنة أولى، من سنة تانية تالتة رابعة خمسة كلهم بندخلهم مسابقات وكلهم بيدخلوا، والحمد لله في كذا جروب عندنا في الجامعة كسب مسابقات. كل ما تحتك بالمسابقات كل ما بيزيد الثقافة بتاعتك معماريا، وكل ما بيثقلك يعني بيثقل الكارير بتاعك كمهندس معماري بتبقى أنجح بعد التخرج. يعني كل ما تبدأ بدري وانت صغير كل ما ده بيساعدك وانت كبير. يعني ما تغلطش بدري وابدأ متأخر، لا ابدأ بدري، ده اللي احنا بنقوله للطلبة. طب وازاي بتختار فريقك؟ لان الناس لقوا ان حضرتك بتختار فريقك مصريين وحد لبناني وناس لبناني. انا بقيت نص لبناني على فكره. لا بس احنا عرب كلنا على فكره. يعني ربنا 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 مدينا هبه كده، مش مديها للدول. يعني الحمد لله النبي عربي ولغتنا عربي، فاحنا كده مباركين. يعني بص كده لوحدنا كده عندنا، ربنا ان شاء الله يرضى عنا جميعا. لا هو برضو على حسب المسابقه. يعني مثلا احنا لما قررنا في المسابقه ان احنا طب انت ازاي هنعبر عن الشخصيه المصريه بالطريقه دي، فلقينا اسهل واكتر حاجه مباشره ينفع يفهمها المجتمع العالمي واللي هو البورتريت بكل بساطه. فشوفنا مين احسن واحد ممكن من اصحابنا ومن الناس اللي احنا نعرفهم كده بيعرف يعمل بورتريهات كويس وبيعرف يشتغل دودل كويس، فكوننا الفريق. ساعات الكونسيبت نفسه هو اللي بيشكل الفريق، وساعات زي ما قلت لك مش لازم كلهم يكونوا مهندسين معماريين، يعني ممكن يكونوا ميكس من يعني من ايه من 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 مجالات مختلفين مع بعض. وجود رياض الحلبي، رياض الحلبي هو اول ما
تعرفت عليه. رياض كان تلميذ عندنا أو طالب بالمصري، طالب في سنة تانية. أنا كنت أول سنة أجي فيها لبنان، درست لسنة تانية، ودي كانت أول دفعة أدرس لها في لبنان. والحقيقة رياض كان من الطلبة المميزين جدا، وكان من الطموحين جدا. وسبب اختياري لي لما بدأنا نعمل المسابقة إن هو موهوب وعنده فكر، ما بيعملش حاجات سطحية، ودائما بيدرس الحاجة كتير. فكان مفيد جدا في البرين ستورمينج. يعني سبب اختيارنا لأحمد، أحمد كان شاطر جدا في ديجيتال فابريكيشن والموديل ميكينج، ففي أجزاء كتير في البافيليون كان محتاج حد يكون خبرة في الموديل ميكينج. واختياري لعمر علام لأن هو شاطر جدا في الدودلز وعمل البوب آرت والبورتري هات، فهو الفكرة هي اللي جمعت التيم يعني بكل بساطة. سؤال دكتور راسم بدران، بصفة حضرتك محكم في لجان تحكيم كتير، السؤال موجه من إكرام مصطفى. إزاي بتحكموا على جودة الفكرة المبدئية في أي مشروع في كلجنة التحكيم؟ الصوت مش واضح، الصوت شوية بس. السؤال حضرتك كعضو لجنة التحكيم، كيفية الحكم على جودة أي فكرة في مشروع؟ يعني هو الإشكالية أصلاً في التحكيم هو أنه عندما تحكم بدك تفكر بالمستقبل، يعني بدك تفكر من هو الذي ينتظر بشغف ما هو المشروع الفائز، بغض النظر من عمل هذا المشروع الفائز، من قبل بسميها المجتمع المعماريين أو الطلاب أو الباحثين اللي بنتظروا هاي المسابقات حتى يعرفوا نتائجها. فبتصور أنه الفكرة فيها أنه ماذا تريد أن تعطي للمتلقي من دروس، يعني هذه هي فكرة هذا التحكيم، وهذا من أصعبها، وهذه يمكن جبناها بتميز، جبناها في آش ماراثون، جبناها بجائزة حسن فتحي المروح حسن فتحي، حتى بجوائز كمان أوروبية وإقليمية، إنه ما تفرض أنت شخصيتك على المشروع إنما أو مدرستك، أنت عاوز تعطي للطالب أو لذاك الإنسان الذي هو يعني ينتظر بفارغ الصبر كيف يتعلم، كيف تعطيه دروس مضافة أو مادة يتعلم منها. وأنا بذكر بالآخان عندما كنت محكم على الآخان، كان أهم شيء إنه تنسى ذاتك، تنسى مدرستك المعمارية، وتحاول تعطي للمتلقي قيمة يتعلم منها. هذا وهذا على فكرة عند كثير من بعض المحكمين شوية يعني بتروح من ذاتهم، وعندهم ميول شخصية، بقول لك أنا حابب هذا العمل، حابب النمط هذا، خليني نجح. لا، لأنه هذا أنت عم بتشكل هو كتاب آخر، هذا كتاب معرفي للمتلقي، أنت عم تعطيه كتاب جديد للتعلم. إذا يجب أن تكون فيها مسؤولية التحكيم، مسؤولية كيف تحكم، ولماذا اخترت، وما هي أسباب الذي أدت هذا المشروع أن يكون هو المشروع المحبب أو الأفضل من غيره، بسبب قضايا العلاقة بمسؤولية المصمم، الرسالة التي يعطيها لمجتمعه أو المجتمعات المعنية في هذه المسابقات. وهكذا يكون في خلاف بين أشخاص كان ينظر للتحكيم بشيء شخصي، إنه أنا مدرستي مثلا تفكيكية، لازم أفرض، لازم أحط التفكيكية كرسالة أو ما بعد الحداثة. أو أنا الحمد لله بحاول أخرج من نمط الشخصي للمحكم، وأبحث عن ماذا أريد أن أعطي دروس للمتلقي. بس هذه فهي صعبة شوية. الدكتورة عفيف بدران، التعقيد لحضرتك على اشتراك الطلبة في المسابقات، تفضلي حضرتك. اوكي، هي بس انا كنت عايزة اعرف بحاجة، ان الدرب اللبنة فور ديزاين اند اركيتكتشر هو هب مش بس للطلبة، لكمان لحديث التخرج للاشتراك في المسابقات. فإحنا لما بنشترك في مسابقة من خلال درب اللبانة، بنشترك فيها بغرض إن تشجيع الطلبة والخريجين حديث التخرج
أو الناس اللي لم يسبق لها أنها تشترك في مسابقات، أو اللي خايفة تدخل في مسابقة لوحدها، أو اللي مش عارفة تعمل تيم، إن هي تدخل من خلال هب. وهي دي أنا أعتقد إن إحنا أنا كنت سعيدة جدا بتجمع، مش بس على مستوى مسابقة القدس، كان فيه قبل كده ساينس سيتي وقبل كده البنالي وغيرها وغيرها، بس أنا اللي أنا بتكلم فيه إن ده جانب بيسعد، لأن أنا لما بشوف الأوتكم في النهاية بيدي دفعة رائعة لمسابقات قادمة، فهي بتبقى مرحلة، بتبقى لبنة بتوصل لأن بعد كده الناس يكونوا أكثر إقبالاً وتشجعاً على إن لا ده أمر مش صعب. بس هي من جانب آخر هي ليها الدروباكس زي ما بيقولوا، وده نتيجة إن أنت لما بيبقى معاك تيم مكون على هذا الأساس، مش الأساس الأوحد إنك تكسب، أو الأساس الأوحد إن أنت it is not business oriented, it is not a professional consultancy أو مكتب داخل على إنه ينافس في شغل بياخده من هذا المنطلق. فبس أنا حبيت ألفت النظر للنقطة دي، لأن الدروباكس مثلا لما احنا بدأنا مثلا بموضوع القدس بالمتحف المعاناة وكنا هندخل بيه بس كلاند مارك، بس مع الوقت والأبحاث طلعت أفكار تانية ما كانش ينفع إنك تلغي تبنيها. فده السبب، يعني أنا برد بكلامي ده كمان على الدكتور راسم بدران لما بيقول إن كان ينقص الترابط، أنا معاه، بس احنا شايفين ان في معظم مدن العالم اللي احنا لنا مثلا من باكو لستوكهولم للقاهره كل حته، اصلا العناصر اللي بتتعمل مش شرط 100% ان يكون اللاند مارك المتعدد. بس انا مش بقول ان ده بكرسه او بقول ان ده الصح، بس بقول ان انا وزنت بين ان انا ما سلمش الحاجات دي واطلع بس بمشروع واحد ويكفي، لان انا كان مسموح ان احنا ندخل بلاند مارك واحد، اوكي، او ان انا احتوي كل حاجه ويبقى كل عنده الحماسه ومحبه انه يشترك. شكرا. هو في سؤال موجه للبشمهندس اسلام، بشمهندس اسلام سمعني؟ الو بشمهندس اسلام مشدودي. ايوه سمعك. عن عبد الفتاح حسن، عندي سؤال: لماذا معظم عناصر التصميم في العمارة الإسلامية تستخدم في المشاريع التراثية في أغلب الأمور؟ كيف يمكن توظيف عناصر التصميم في العمارة الإسلامية في التصميم الحديث والمشاريع بمختلف أنواعها؟ يعني أنا بذمتك أنا ينفع أجاوب على السؤال ده ودكتور حسن؟ يا جماعة أنتوا هتودونا في دهية، والله العظيم هتودونا في دهية يا جماعة، اسألوا دكتور حسن. احنا قاعدين كلنا نتعلم. اتفضل يا دكتور راسل. هو احنا لما حضرت كان في قبل اسبوع في محاضره من صديقي العزيز دكتور صالح الهزلول، الدكتور السعوديه، وكان موضوع عن العماره المجتمع الاسلامي او الحضاره الاسلاميه، العماره كيف تفهم العماره في الحضاره الاسلاميه او في المجتمعات الاسلاميه وليس العمارة الإسلامية. كان هذا النقاش اللي كان صح لدو كان عبر عنها، وبحث عن السلوك الاجتماعي، بحث عن الخصوصية الاجتماعية، كانت هذه هي الأساس وليس الأشكال والأقواس القبائل. يعني هذه بس مجرد، وأنا بأيده 100% بهذا التوجه، لأنه العمارة الإسلامية أو عمارة المجتمع الإسلامي قيامية، وأظن إحنا في مجتمعاتنا هذه رؤية مفقودة. يعني أقول مرات تلاقي الإسلام في أوروبا أكثر منه كسلوك، أكثر منه في العالم العربي في الدول الإسلامية بقى. فأين هذا المجتمع الإسلامي الذي يتميز بهذا النضج في التعامل في الأخلاق، القيم الرفيعة التي تؤدي أيضا تعكس ما يسمى البنية العمرانية، يعني من البنية الاجتماعية إلى البنية العمرانية. هذه إحنا اللي هي اهم من حكايه الاشكال لانه هذه هي الشق الذي يمكن ان نعتبره مستدام، يستمر لانه هو الحاضن
لهذا المجتمع وليس الأشكال. يعني هذه كثير الأشكال ممكن تتطور حسب الوقت حسب المادة وحسب الاستيعاب الإنسان للمفردة، بس العمارة هي المجتمع. كيف أبحث للمجتمع هذا عمران يؤكد مجتمعيته؟ إحنا للأسف نتعامل مع عمران تحطم المجتمعية الأمة أو مجتمعية الحي. كل عمران فردي في سلطة بقول لك أنا أحسن منك وأنت لا شيء. هذه أنا بعتبرها هذه مش أخلاق الإسلام، وبالتالي إذا نحن لازم نبحث عن ما هو الإسلام. عشان شوي يمكن لا استكمالا للسؤال ده، في سؤال موجه لحضرتك من دكتورة أميرة. هل حضرتك مع تطوير التراث العمراني أكثر من الحفاظ عليه؟ كما هو بمعنى أن الحفاظ على التراث مع تطويره لينتج لغة علمانية جديدة تكون لغة تتواكب مع متطلبات العصر كما رأينا في مشروع مهندس إسلام. هو التراث العمراني هو بيعطيك زي ما بسميها الخلفية التاريخية أو التراكم الزمني لمجتمع عاش هذه البيئات وتطور معها ثم أضاف إلها واختزل و يعني تطور عناصرها. فهذا جزء من سنة الحياة، هو تطوير وليس إلغاء. لأنه بذكر كمان في بعض الناقشين اللي ناقشوا الأسبوع اللي فات مع الدكتور هلول إنه القطيعة مع الماضي، ما بقول الماضي بعطيك أنت لولا الماضي لم تكن الآن تعيش. يعني الماضي هو جزء من طبقات التراكم الزمني إلى أن أصبحت أنت الآن وجدت في هذه اللحظة. فهذه اللحظة هي تشكل وصلة لما هو القادم، كيف أتعلم من هذا التراكم المعرفي حتى أبحث عن الفراغ القيم، الفراغ الذي يعني يلبي طموحاتي في التطور العلمي والاجتماعي والبيئي والمجهول. لأن إحنا لا نعرف ماذا يستجد من مثلا الكورونا. أكيد علمتنا أشياء إحنا ما كنا نعرفها، والكورونا هي راح شكل بتصور أو نمط الكورونا، نمط الحياة في كورونا حتعلمنا أشياء كثيرة إحنا يمكن ما كنا نستوعبها، في منها سلبي ومنها إيجابي. فهذه سنة الحياة، في أشياء أنت لا تعرفها تتعرض لها وتجتهد في أن تجد لها صياغة لكيف تعيش مع هذا الظرف الحالي كمجتمع كسلوك وكمان كمادة كعمارة. فبتصور العمارة ما إلها حدود، العمارة دائما في حالة تطور مستمر طالما إن هي عبارة عن مستودع وخزين لهذا التراكم المعرفي. هي ليس قطيعة، هي تراكم يستمر ويطور اللاحق يطور القادم الذي يليه. وهذه جمال العمر مجدد، لكن مجدد في خيط متصل وليس مجدد لأجل التجديد. دلوقتي هنتلقى الأسئلة، يعني كل الأسئلة اللي كتبت جاوبنا عليها. السؤال اللي ما اتطرحش اللي هو هل العمارة المسابقات دي لطلبة العمارة فقط؟ أظن دكتور مصطفى ودكتور عاصم نوهوا إن هو مش حكر على طلبة العمارة، بالعكس. لا، كمان طلبة الموسيقى، طلبة العلوم، علوم الاجتماع، علوم البيئة، علوم الجيوفيزياء، كمان الطبيعة، كمان هذه بالعكس هي المكان، هي اللحظة الوحيدة الذي يتحرك فيها الطالب الصف إكس من هذا العلبة المغلقة. أن ممكن يطلع بالشارع يصمم، يتعامل مع أطفال، يتعلم من. أنا كمان في نقطة كمان بذكر الدكتور عفاف لما دخلنا في درب اللبانة، لما دعيت مرة أعمل ورشة عمل مع كلية الفنون الجميلة في القاهرة، وتيازون الدكتورة عفاف طلاب الحي، أطفال الحي، علمونا أو نتعلم منهم كيف يتعاملون مع الحي هذا كسلوك اجتماعي. فأنا في رأيي في أن شيء اسمه المشاركة الاجتماعية هذه مفقودة في دراساتنا. فطبعا يمكن الطلاب حلو أنه يروح على الموقع يتعاملوا مع الأطفال يسألوهم. وأعتقد أنه كانت لحظة، يعني كانت رائعة، أنه للأسف
لم تستمر هذه الدورة. كان أنا كان هدفي إنه نعمل من نجمع كذا طالب من الحي حي درب اللبانة ونقعد معهم نشتغل معهم مقترح كيف تطور حي اللبانة. هذه كمان لأنهم عايشين ونقول للدكتور عفاف ونتقابل وننفذ على طول يا دكتور عفاف ولا إيه؟ أنا سعيد يا دكتور راسم والله أهلا وسهلا بحضرتك والبيت بيتك. بعرف بعرف أنا إحنا عدى سوا واستمتعت جدا والطلبة مشتاقين جدا وأهل الحي مشتاقين جدا لزيارة قادمة. أنا كمان بحبهم كثير حبيتهم الله يبارك فيك يا رب الله يبارك فيك. أعتبرت لك إنه بيت الكبير يعني كأنه هذا منزلي. كتر خيرك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يسلمك. المهندس سامي حداد كان طالب يتكلم. مهندس سامي معنا ولا طلع؟ طيب المهندس حسن المهندس حسن واكد اتفضل وجه سؤالك. فتحت لك المايك. على فكرة ده زوجي. اهلا وسهلا. طبعا طبعا طبعا. ازيك يا حسن؟ ابن الله. حضرتك افتح المايك عندك يا باشمهندس حسن. دكتور حسن عذرا انا اسف. دكتور حسن الو افتح المايك من طرف كده مفتوح يا دكتور حسن فضل. طيب تمام. اولا انا سعيد جدا انا دكتور حسن واكد انا خبره 40 سنه وكان لي حظ جميل مع الدكتور راسم بدران في التواصل في كل مشاريع الحقيقه. انا عملت مشاريع عملاقه ضخمه الحقيقه ولي رؤيه وودي طبعا الاخوه ده شيء يفرح انه كل منتجاتهم بتبين على ابداع وقدره يعني على 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 حل الإشكالية بصورة حسية جميلة. لكن ليه تعليق عام بعد إذنكم؟ بنالي هو رائع جدا وشايف إنه القدرة على تعبير والرسالة واضحة ما في شك. إنما يعني معلش أكمل بصفة عامة عشان ما نخدش من وقت كتير. مع دكتور عفاف هي عندها رسائل عظيمة كتيرة يبدو الوقت ما سعفش لعمل إنتجريشن وتوضيح أكثر فكرة العامة. بالنسبة لأخونا الحبيب المشتولي هو إنسان رائع وأنا لي معاه خبرة عظيمة جدا وأعتز فيها. قلت عن التجربة المعمارية بصفة عامة. التجربة المعمارية عبارة عن تجربة إنسانية. التجربة الإنسانية بتمس كل مناحي الحياة للإنسان وكل معطياته واحتياجاته ومن هنا ما هي الشكلية ولا هي تنحصر في شيء واحد. الأهم شيء في أي مشروع أو أي مسابقة أنه لما أعكس أو أفهم القضية بوضوح داخلية يعني تتواصل مع أولاً تعطي قيمة ولما تتواصل مع النفس وتتواصل مع الروح وتتواصل مع جميع الإحساس البشري. يعني أعطي مثل مثلا مشروع رائع للشغل أخويا المشتولي إسلام المشتولي هو رائع جدا في منهجيته وكل شيء تمام. إنما كنت أتمنى في الساعة والانفتاح الداخلية والإنكلوجر والإكسبيرينس يعني أنا شفت في حائط مائل وشفت في كان أتمنى أن يكون في أكثر انفتاحية ولابد انه ان احنا نتواصل دائما مع الانسان مش بصريا فقط انما مع كل حواسه. الانكلوجر في العالم الاسلامي تفاعل البصر كان تفاعل وظيفي فالساحه لابد ان كانت تاخذ اهميه اكثر من انه كان ربما يعتمد على انها مباني منفصله او كذا او مجرد ممر. النقطه الاخيره انه يا ريت احنا نتخلص واتمنى ده ان شاء الله في المستقبل إعطاء قيمة للعمل المعماري بتاعنا لا ينحصر في شكليات أو مسميات. الإنساني بكل خبراته سواء ثقافية أو حسية أو تجريبية أو روحانية إذا كانش وموضوع القيمة المضافة اللي تساعد حتى على رؤية مستقبلية.
التعايش الحقيقي لأي إنسان مخلص في عمله سواء في التراث أو غير يعني ارتباط شكليات، لأن حتى لديننا لا الرسول صلى الله عليه وسلم الدين الإسلامي ما أعطى مجال أبداً لأي حصر عمراني الناس تمشي عليه من أيام الرسول، أخذوا النخل وأخذوا الأشياء الساذجة البسيطة وتعايشوا بها وكانت روحانية عالية. فأنا أود أنه هي الإشكالية في التعايش الحقيقي من خلال فهم الاحتياج الإنسان حلول التماس مع الحواس البشرية والتماس مع الروحانيات بتولز. أنا حقيقة في رسالة الدكتوراه كان أمس يعني طرحت الموضوع ده بدقة. فإحنا نحتاج تعايش أكثر منه شكلية ونظرية وتمسك بمسميات وأنماط خطيرة جدا بتسيء لنا. إحنا عايزين وإذا كان في إخلاص باستيعاب فعلا القضية بوضوح، فإذا كان في هناك تراث يستوعب ويستوعب من خلال قيمه مش شكله. يا سيدي الله يحفظك كلش يعني أجدادنا أبدعوا وأعطونا، إحنا ما حنقدرش نعطي طول ما إحنا بنقول والله وراء المشربية ولا القبة ولا وراء التراث. الإنسان هو يعني كلنا كبشر بنتشارك الحسي اللي ينعكس يعني من التراث، ينعكس من الثقافة، ينعكس من أشياء كثيرة، ينعكس روحانية. ولذلك يا ريت يكون في ربط من العناصر هذه سواء من التاريخ وامتداده لقيم إنسانية واضحة ترتبط بالصورة الذهنية ما في شك، ترتبط بالمكان ما في شك، لكن لا تنحصر في توجهات معينة. الإبداع والمشاركة في الحضارة المستقبلية. أسف طولت والله يحفظكم جميعا. شكرا. حفظك يا فندم. المهندس سامي الحداد، على فكرة يا جماعة عذرا أنا يعني إيه عشان ما بقاش عارف دكتور ولا مهندس، كلنا مهندسين أو معماريين. تفضل يا باشمهندس. تفضل يا باشمهندس سامي. الصوت واضح؟ ايوه تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشكركم واشكر جميع من حضر لالقاء هذه المحاضرات اللطيفه والبرزنتيشن اللي صار. وطبعا امسي على الدكتور راسم بدران وامسي على الجميع. وانا حقيقه اهنئ اول شيء يعني المعماري اسلام على طرحه في المشروع بغداد، وهو خاض تجربه في التاريخ وعمق الحياه والعمران للمجتمع. ولأن العمارة والعمران لغة تنبثق من ثقافة المجتمع، وبالتالي المفترض أن تنعكس على المنتوجها المعاصر. من الملاحظ مهندس إسلام خط تجربة فريدة من مراحل التصميم على المستوى العمراني من خلال التحليل، يعني السيكونس حقك كان رائع جدا في تشميل المشروع المعماري مع المشروع الحضري اللي كان حول الموقع. معالجة يعني معالجة بصرية متعددة من خلال المراحل التاريخية اللي تفضلت فيها المراحل، وعلى مستوى الربط النسيج المعماري من موقع المحيط أنا لاحظت شيء هناك في انفصال صار، يعني تدرجت في التحليل لحد وصول الموقع الانفصال صار على نوعية الماتيريالز والتعددها في الموقع وقوتها مقارنة بالنسيج العمراني المجاور. صارت نوع من فوقية كبيرة جدا بين الطرح اللي طرح، وهو أنا على فكرة يعني أتمنى أشوف بهالجودة المشاريع الموجودة، لكن ربما في خارج مكان غير الحي هذا كانت أكثر وصلة في العلاقة الاجتماعية، لأن الحي لا يعتمد على السائح ويعتمد أو المشروع لا يعتمد على السائح ويعتمد على الموجود. فحتى لما وضعت الجدار التاريخي اللي كان موجود كنت أنا أتمنى بعض الأنشطة التجارية من الخارج إلى الداخل، وهذا ربط بينها وبين النسيج. لما نتكلم عن النسيج نتكلم عن وصلة نفس يعني DNA المنطقة، وهذه الفايب اللي نحتاج اللحمة بين المشروع بين الكونتست. المشروع قوي جدا يمتاز بمهارة متعددة على فكرة فيه، وأبي أقول لك على حاجة يعني أنا كان كي بيرسون موجود لمحته أنه هو من الحي اللي هو الرجل المعمم، لكني على مستوى الشارع هناك في انفصال معماريا بين اللغة المعمارية البغدادية وبين التكوين حتى في من ناحية سكيل. أنا كنت ودي حقيقة أنك تضيف على هذه النقطة. وأنا الأسبوع الماضي في محاضرة الدكتور صالح حذلول طرحت فكرة القطيعة بين الماضي، لكن أنا أقصد القطيعة الأبستمولوجية
لكن لا تأخذ كل التراث، تأخذ ما ممكن أخذه، وهي السبيشال سيستم الموجود فيه، السبيشال سيستم الروح، ومن ثم تنطلق بأدوات معاصرة حتى نستطيع أن يعني العمارة هي لغة تنافس ولغة تحدي بين ما تملك ويملك الآخرين. هنا هذه المفقودة حقيقة اليوم في مشاريعنا فقدت. ما في اليوم معماري استطاع أن يربط معاصرة مع حداثة الوقت الحالي. يعني قبل 30 سنة الدكتور راسم بدران عمل قصر الحكم وكان قمة في الروعة. من ذاك الوقت إلى هاليوم لم نجد تيار استطاع يعمل تراكمية، بل بالعكس صارت هناك تيارات imitated the west القرب في اطروحاتهم الفكرية. وشكرا جزيلا. شكرا باشمهندس اسلام، لك تعليق او تعقيب او شرح؟ والله انا مش عايز اخد من الوقت يعني، بس هو انت الدكتور راسم قال ان كل مشروع من دول ممكن يتشرح في نقاش اطول يعني، بس هو تعقيب سريع كثير بده وقت. هو تعقيب سريع كده يعني، هو من ضمن الدراسات اللي عملناها انا شخصيا الول اللي موجوده هي ترجع زي ما الدكتور راسم شرح ان هي من 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 في من وقت الغزو او الاحتلال الانجليزي للعراق، تمام؟ والمبنى اتدمر من ساعه الاحتلال او الغزو الامريكي للعراق. طيب فانا دلوقتي انا في مشكله، يعني في مشكله ان القيمه التاريخيه اصلا المبنى انا في شخص انا كمعماري يعني تحليلي ليها مش حاسسها انها فتره بتكرس للعماره البغداديه او العماره العراقيه الاصيله. فكان المنحه اللي خدناه ان احنا نجو بيند الكلام ده كله، عشان كده انا بقول ان احنا رحنا لابعد من الكلام ده اللي هو المكون بقى اللي هو الابسنس، رحنا للحضاره، الحضاره العراقيه الاصيله التي لم يشترك مع احد، اللي هو لما مثلا في مصر مثلا تقول الحضاره الفرعونيه ما اشتركش مع المصريين فيهم حد، في العراق الحضاره السومريه لم يشترك معهم احد، في سوريا الحضاره الفينيقيه كذلك. فهو الفكره ان احنا قدرنا نخلي الول اللي موجوده بحالتها، وان احنا نستخدم فيري هامبل ماتيريال اللي هي الوايت عشان نبين الكونتراست ما بين الزمن اللي احنا بنبني فيه وبين الول الموجوده اللي هي اللي اتهدمت. والكانيون اللي احنا عملناه في النص ده هو فيه استلهام لعبق الماضي بس بشكل فيه نوع من الكرافتمنشيب. فهو الماتيريال الموجود انا مش شايفها فيها تضاد، انا شايفها بالعكس فيها نوع من الاحترام للي موجود وتعطيله قيمه اكتر، يعني بيقولوا بضدها تتميز والاشياء. وحتى انا عرضت قلت في ضمن السلايدز ان احنا استخدمنا الول دي از ان اكسكيوز ان هو يبقى عباره عن يعني فيري ارتستيك وول، ان هي ممكن تبقى عباره عن سكرينينج للارتس، يعني حتى مش شرط تؤخذ بالمعالجه اللي احنا عاملينها، لا بالعكس ده انا شايف ان قيمه العماره انها ممكن تعطي اكتر من فاليو قيم، انها ممكن تبقى عباره عن ستريت ارت ستريت يعني جرافيتي او وول. فاحنا دايما في المسابقات او في الافكار انت بتبوش الايدياز على قد ما تقدر، واللي انا شايفه احد نجاحات المشروع الصراحه ان قدرنا نوجد لغه معماريه وعمرانيه يعني متواضعه ما فيهاش اوفر دوينج، بالعكس احنا احترمنا السكاي لاين بتاع المدينه. المشروع مش منفصل، هو المشروع ان احنا انا اتعلمت الكلام ده من راسم بدران، ممكن اكون طبقته بشكل غلط، بس هو ازاي انت تخلق وطن جوه المشروع، ان انت ازاي ان المشروع المايكرو سكيل بتاعه ان انت بدل ما نعمل فيري بيج اوبجكت ونعمل نحفر جواه ساحه، لا المشروع بقى عباره عن مباني صغيره بتتماشى مع المقياس الانساني بتاع الكونتكست الموجود اللي هو الناس يقدروا يبنوه. العرض بتاع المبنى 6 متر اللي هو زي المباني اللي جنبيه، ولا 8 متر وفي اوسع حته هو 9 متر. فاتمنى اكون جاوبت على السؤال يعني. وفي بس تعليق يمكن اسلام في موضوع مسابقه المشروع في بغداد، انا كنت محكم فيها. شفنا مشروعك بلا شك كان في جهد رائع، وانت عم بذلت جهد على مستوى الابانيتي كيف تعمل نسيج عمراني. لكن احنا في مع تقييم الاعمال الاخرى وجدنا انه يمكن بيحتاج المنطقه الى 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 ما يسمى الى الساحه الواضحه، الساحه اللي تتم فيها فعاليات متعدده والى علاقه مع الحائط. هذه كانت احد اسباب انه في مشاريع يعني فازت في هذا اظن الجائزه الاولى كانت والجائزه الثانيه. وفي مشروع اخر حط امام الحائط ماء، يعني ماء دجله ثم نخيل، يعني اوجدنا ما يسمى استراحه ذهنيه، استراحه بيئيه، لانه المنطقه كلها عباره عن ازقه. حاول المصمم اظن كان ما بعرف جنسيته،
انه يعمل شيء تنتقل فيها من ضغط المدينه ازقه الى فراغ للتامل. يعني هذه كانت يعني نوع اخر من التفكير. يعني هذا كان انت بديتها في اول سكتشاتك كنت عامل دراسات انه تعمل فناء كبير بعدين حولت الى 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 مدينه صغيره. يعني هذه كانت وهذه بتمر بالواحد لما يفكر بعده بدائل. فانت مريت في المرحله هذه بعدين في الاخر اخترت المرحله اللي تكون اللي هي الزقاق مع بعض الوصلات اللي هي موجوده في وسط بغداد. بس هو كان الهدف من المشروع اظني اللي وصلنا له كمجموعه وهذه كانت رساله عاوز نعطيها للمتلقي ان نعمل فراغ اجتماعي فيه بصير في مسرح في داخله بصير في أنشطة كبيرة. الفراغ هذا عبارة عن ساحة فناء جوا حائط كمان أكتف بس فناء واضح هو بشكل الأفنية اللي تجدها في البيت العراقي بس بحجم أصغر بس هذا فناء المدينة. يعني هذه كانت فكرة المشروع يعني اللي ربح. ممتاز يا دكتور. أنا لا بالعكس أنا يعني تعليق حضرتك وتعقيبك لا بالعكس يعني في إفادة. أنا جدير بالذكر يمكن معلومة حضرتك ما تعرفهاش المسابقة دي إحنا دخلنا فيها ببديلين. البديل الأولاني كان تقريبا شبه اللي حضرتك بتحكي عليه بس هم اختاروه بس لغاية مرحلة اللونج ليست ما طلعوش شورت ليست عشان أنتم للمرحلة اللي بعديها عشان تحكموه. اختاروا البديل ده فهو دايما كان الصراحة زي ما حضرتك يعني الواحد هو شغال واللي انا اتعلمته منك يعني مفيش حاجه اسمها حل وحيد للمشروع. لا طبعا طبعا طبعا, طبعاً. دايما بيبقى فيه حلول فاحنا قدمنا الحلين فكره اللي هو البيج بلازا اللي هو الملتقى اللي تبقى موجوده والمبنى حتى كان مرفوع فوقيها بحيث تظل البلازا دي. بس انا شفته كان شويه انا شخصيا يعني شفته شويه كان اوفر دوينج يعني حتى اللغه اللي كنا مستعملينها شويه كانت فيها نوع من يعني شويه لوك ات مي بيلدينج شو اوف يعني بيحاول يفرض عضلاته. فأعتقد هم لجنة المسابقة في المراحل المبدئية لما طلعوا البديل اللي احنا شرحناه دلوقتي ده لمرحلة الشورت ليست أعتقد أنه وجدوا فيه ما يعني شوية ممكن يتناسب مع الكونتكست الموجود. إنما أنا طبعا فاهم وجهة نظر حضرتك. يا جماعة لو سمحتوا لما يجي حد من المحادثين اللي هيوجه السؤال يعرف نفسه الأول عشان نعرف هو منين وثقافته إيه وخلفيته إيه. سؤال موجه لدكتور راشد بدران ودكتور عفاف. إلى أي نمط تنتمي العمارة في الوطن العربي وخاصة مصر حاليا؟ دكتور راشد. لا سؤال محير. لا أنا يمكن لما أشوف القاهرة من مثلا من فندق السوفوتيل أو بشوف اوكي في ارضيه بتمثل قاعه محمد علي اللي هي الابنيه البيضاء وبعدين في الاخر بتلاقي في الاخير كله في عندك بناء اقرب للطين الزراعي اللي هي العشوائيات اللي طبعا عمائر عاليه. يعني كنت بقول في عقلي مدينته مش تمثل 80% من سكان القاهره يعني هي العشوائيات المكتظه. وهذا اللي كنت عاوز اللي قدمتها في مشروع بتاع مسبيرو هي كانت بدايه رساله لي انه كيف نطور صناعه الطوب زي ما صار بالهند. الهند الان كثير جوائز اخذ جوائز عالميه على مشاريع بنت بالطوب يعني التقني. كنت عم بلاقي انه هذه فرصه الواحد يوجد صناعه جديده في البناء تكون مرتبطه من تاريخ الارض الزراعيه الطين يعني مش حسب فتحي بس على الاقل انه فيها تقنيه معاصره فيها تقنيه متقدمه. هذه كانت رسالتي أو الرسائل حاول نقدمها في مشروع مسبيرو. ممكن تكون هذه بناء حديث جدا بس بناء كمان كلاستر يعني هي وهي بتعطي زي حوار بين بناء عفوي بالفطرة اللي هو البناء عشوائيات وبين بناء منمق تقنيا لكي يستطيع أن يصمد إلى الزمن القادم. يعني هون أنا بلاقي القاهرة في إلى هذا تميز في إلى هذا اللون المسالم مش الألوان المختلفة من أزرق وأحمر وأخضر وأصفر يعني كأنها زي ما تشوف مثلا أنت كمان بغداد القديمة أو القاهرة القديمة كأنها لون. يعني بتروح على القاهرة المملوكية بتلاقي البيوت حجرها مع حجر المساجد مع في مادة مشتركة. بقى إحنا ممكن نطور مواد التشييد بحيث تكون فعلا
مادة مناخية، مادة بيئية، مش مادة زجاجية زي ما بحصل الآن في بعض المشاريع. بتصور إن القاهرة بدها ورشة عمل كبيرة هذه، الواحد يعني تستحق القاهرة، هي عبارة عن القاهرة هي نفسها عبارة عن دولة، القاهرة 20 مليون، كأنك عم تحكي عن دولة كاملة. يعني أنت عندك دولة فيها عدة بيئات وعدة طبقات اجتماعية، وفيها كمان ميزة القاهرة إنه ممكن تحل فيها القضايا الاجتماعية، كيف إنه يعيش الإنسان الميسور مع الإنسان الأقل يسراً، يعني كيف يتجاوره، لأن كل واحد يخدم الآخر، يعني الإنسان الأقل يسراً بيخدم الإنسان اللي هو متيسر في حياته، مش تعزل المناطق اللي هي شوية غلبانة لحالها أو المناطق الغنية، لا تربطه مع بعض. وهذا سر المدينة، وهذا سر المجتمع في قيم أخلاق الإسلام، إنه كيف الكل متساوي، ما في فرق بين هذا الإنسان أو الآخر. بحبذا للقاهرة يعني يكون في ورشة عمل حول قاهرة المستقبل، كيف تنظر القاهرة المستقبل بغض النظر إيش ماذا تم فيها من مشاريع حديثة، لأن القاهرة لها تميز، لها تميز تاريخي، لها تميز عبر الزمن. وعدنا إن إحنا نعمل مع بعض، يعني بدها ورشة عمل كثيرة، يعني أنا مجهز لها مع حضرتك من بكرة، بس بعد الكورونا. أنا بتنفعش على وفعلاً القاهرة فيها بوتنشل. يعني حاولنا مرة مع جامعة أكتوبر بتاعت دخلنا في مشروع درب اللبانة، درب في مشروعين اشتغلنا عليهم مع مدد مع البيئات المحلية، وكانت كثير رائعة. يعني القاهرة مادة مليئة بالمشاريع الطموحة، ومشاريع تخدم المجتمع، وبعدين مشاريع فيها أصالة تعبير هذه الثقافة التي لا تراها في أي مدينة أخرى، وتكون كمان متقدمة حتى في 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 مكونها العمراني، مكونها التقني، مكونها الاجتماعي أيضا. المجتمع المصري مجتمع حي، مجتمع يعني يتفاعل مع كل ظرف، عكس مجتمعات العربية الأخرى، هذيك شوية مجتمعات فيها شوية تصلب. لا، بعتبر المجتمع القاهرة أو المجتمع المصري فيه هذه الميزة اللي بتخلي منه عمارة متحركة، عمارة يعني حية وليس عمارة ميتة. فأين عمارة الحية؟ عم ببحث عنها، يعني هذه المفروض احنا نبحث عنها. دكتور عفاف، إجابة السؤال موجه لحضرتك برضه. طيب، هو طبعا مدن المصر سامعني؟ هعيد السؤال لحضرتك، عارف السؤال؟ السؤال إلى أي نمط تنتمي العمارة في الوطن العربي وخاصة مصر حاليا؟ لا، الوطن العربي دي كبيرة جدا. طبعا صعب جدا، لأن أنا فاكرة كان في مرة شاركت ورقة في مؤتمر، كان أول environmental gulf environmental forum في الجولف area أو الجولف region، كانت عن the importance of community awareness for the prevalence of sustainability. Okay. أو sustainable design. ففي المجتمعات العربية أو في الجولف regions كانت في يعني عايز أقول رش تجاه المباني الحديثة جدا اللي متاخد أنماطها من الخارج، واللي كتير من اللي بيصمموها برضو أجانب، وكانت النتيجة إن مسطحات زجاجية رهيبة من قبل حتى ما يبقى فيه زجاج بيقدر يعني يصد السن راديشن والسولر إفكت. يعني الحمد لله دلوقتي بقى فيه إنك ممكن تحط لايرز على المسطحات الزجاجية، لايرز دي فوتوفولتايك، بس في الأول ما كانش فيه ده. فبالنسبة مثلا للإمارات والسعودية والموجة بتاعت المباني العالية جدا الزجاجية دي، كانت يعني أنا في بيبر كاملة عن ده ممكن نتكلم فيها فيما بعد. هرجع لمصر.
بس برضو هتكلم على بشكل عام. هي أي عمارة في أي منطقة أو في أي مش عايزة أقول جيوغرافيك أو البوليتيكال باوندريز، عشان كده مش عايزة أقول ده مثلا القاهرة، لأن كل ريجن كإقليم مناخي ليه المفروض أنه ليه العناصر بتاعته المعمارية والمعالجات المعمارية. بس للأسف لأن ما فيش وعي مجتمعي، وما فيش حتى كتير من الأوقات بقى المصمم بيعمل للكلاينت اللي هو عايزه، بتبقى النتيجة إن أنت بتلاقي مباني كتير قوي واخدة أنماط وأشكال غريبة لا تنم عن إن الشخص ده عنده أي لا مش بس أدهيرنس للتراث، بس ما فيش أصلاً لا مدرسة ولا ثيم ولا أي حاجة. مجرد إن اللي هو أحياناً بتسميه الإكلكتيك ستايل، إن أنا باخد عمود من هنا على فنتون من هنا على whatever، والآخر تبقى مباني غريبة. ف في تندنسي من جانب آخر إن إحنا نحترم الفطرة الطبيعية بتاعت الناس، نشوف توجهاتها إيه وهم عايزين إيه، بس للأسف إن أحياناً الفطرة دي بقت يدخلها حاجات تغلب عليها، بقت زي إن يقولك أنا عايز تصميم زي ده، أو عايز، وهو إنسان بسيط بس هو اللي شايفه إن ده كويس وهو مش عارف خلفياته خالص. فللأسف زي ما الدكتور راسم قال الموضوع محتاج لا جلسة فعلا لوحدها أو ورشة بمعنى صح، ورشة عمل كويسة علشان يا ترى هي النمط المعماري يبقى تبع البيئة، ولا يبقى وراه مدرسة sustainability، ولا يبقى تعبير عن الناس، ولا يبقى تعبير عن اقتصاد البلد، ولا يبقى تعبير عن accomplishments، زي ما حد يعمل كانتيليفر 26 متر ويقول اصل احنا قادرين، واخد بالك ازاي؟ فكل الحاجات دي بتدخل في الموضوع. انا بس عايزه قبل ما اسيب الفرصه عايزه بس اتكلم بالنسبه للاسلام. الاسلام دايما بيفاجئنا بمشاريع رائعه، ومش عايزه ابدا انه ياخد اي كلمه نقد او مراجعه، انا خليني اسميها مراجعه بدل ما اسميها نقد، على لأن ده فيه مساس بمكانته كمعماري. يعني أنا بحب شغل الإسلام جداً، وبقدر جداً دايماً إحساسه بأنه دايماً متواضع وهادئ نفسي جداً، وشغله رائع ودايماً وراه فكرة على عكس كتير جداً من شباب آخرين. فأنا بس عايزة أوصل له الرسالة دي عشان ده حقه. الجزئية اللي جايز زوجي تكلم عنها لما بيقول على إن الحوائط، هو إحنا كنا شفنا في متحف بلباو في أسبانيا كان في فنان اسمه ريتشارد سيرا. ريتشارد سيرا ده كان كل الحاجات اللي حطيتها جوه متحف بلباو حوائط مايلة، فأحياناً تخنق عليك الحوائط وهي فوق، وأحياناً تنفرج، ففي الانفراجة بتحس انك بتتنفس كويس قوي وحاسس انك مقبل على الحياة. اول ما الحوائط من فوق بتضيق عليك بتحس ان انت متضايق وحاسس بسترس وضغط وعايز تنفجر. في لقطة كانت في العرادة اسلام في المشروع بتاع بغداد، كانت شوية مدياني احساس بانها ان الحوائط بتضيق من اعلى، برضو ادتني احساس شويه زي لينسكند في متحف من المتاحف بتاعته اللي عملها للهولوكوست، برضو عمل حوائط كده مايله. فالثانيه دي خضتني، بس في نفس الوقت ده لا يمنع ان بقيه الشغل كله رائع. مش معنى يستشعر فيها شويه ان بخضه ان معنى كده ان باقي الحاجات كلها ما هياش اكتر من رائعه. شكرا. هو في سؤال كده مش موجه لمين، بس انا هوجهه لدكتور مصطفى ربيع، وبعديه برضو لو الباشمهندس اسلام يحب يجاوبه. دكتور مصطفى معايا؟ انا معاك يا دكتور احمد، اتفضل. هو السؤال، هل الطلبه المعماريين في مصر او في المجتمعات بتاعتنا مؤهلين للمشاركة في المسابقات؟
وهم لما بيطلعوا بيفرض عليهم نمط معين في المكاتب وايه الطريقه اللي يمكن تاهيلهم ان هم يخشوا مسابقات ويعبروا عن نفسهم، وان يعني ايه ويعني هي الجاب المشكله ما بين الجاب ما بين الماركت والإديوكيشن وكمان دلوقتي ما بين الابداع والفن وكده. فحضرتك خط التجارب كلها كطالب وكمعماري وكعضو هيئه التدريس في مصر وبره مصر، فحضرتك جاوب. طيب هو برضو السؤال ده يعني صعب. بس لو من زمان، لو من جيلي انا يعني من جيل الخريجين بتوع 2002 و1990 الناس دي، كان ممكن اجاوبه بطريقه غير دلوقتي. الحقيقه احنا دلوقتي في انفتاح عالمي رهيب، يعني احنا الانترنت عندنا كل البيوت، المعلومات اونلاين بسهوله، التواصل الاجتماعي بقى أسهل من الأول، يعني حصولك على المعلومة نفسها ما بقاش صعب زي الأول. يعني إحنا في جيلنا القديم ده ما كانش موجود كل ده، فكنا إحنا بنتعب لما نروح نوصل المعلومة، بنتعب بنروح للدكتور ده والدكتور ده، وده لي رأي وده تاني لي رأي، وبروح على المكتبة ومش عارف إيه يعني، تمام. فكانت حصولنا على المعلومة مصادرها قليلة شوية، لكن إحنا دلوقتي حاليا حصولنا على المعلومة ما بقاش صعب، حتى التواصل مع خبرات مختلفة من بلاد مختلفة سواء عربية أو عالمية كمان ما بقاش صعب. يعني أنت ممكن، ودي حاجة أنا اكتشفتها بعد لما بدأت أعمل الماجستير والدكتوراه وسافرت، أن أنت ممكن حد ما تعرفوش خالص ولا عمرك اتعاملت معاه، لو أنت وقفت معاك سؤال بتبعت له، يعني عارف زي إيه كده، أنا معجب بشغل حضرتك ومش عارفة، بس أنا عندي سؤال لو تقدر حضرتك في وقتك الفاضي تجاوبني. دي حصلت معنا شخصيا، فلقيت المجتمع العالمي العربي كتير في ناس بتتجاوب حتى لو ما تعرفكش طالما الانترست موجود. فما بقاش صعب ان طلبة مصر، بالعكس كل طلبة مصر مؤهلة انها تدخل مسابقات، بدليل ان طلبة كتير من MSA دخلوا مسابقات وكسبوا مسابقات، وفي منهم اصلا كسب البنالي 2016، كان اسلام برضو كان معاهم مصطفى، اوكي. فبالعكس يعني طلبه مصر مؤهلين جدا ان هم يدخلوا مسابقات في ظل التكنولوجي المتاحه للحصول على المعلومه. وانت على فكره ممكن كمان تشتغل، مش لازم يكون الفريق كله مع بعضه، يعني انت ممكن تكون فريق انترناشونال، يعني واحد معاك من مصر، واحد معاك من لبنان، واحد معاك من الاردن، طالما انت محتاج تدخل يعني تكون الفريق ده عشان تقدر تفهم المسابقة كويس وتدرس كل أبعادها وهكذا. بالنسبة للجاب اللي موجودة ما بين الإدوكيشن والماركت، الحقيقة الجاب دي موجودة في كل العالم مش بس في مصر، يعني يمكن كمان إسلام موجود في دبي، ساعات بيبقى العميل بيبقى له متطلبات، ساعات أنت مهما تقنع فيه يعني إن ده مش 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 صح مش لمصلحتك، ساعات كتير البيزنس بيفرض عليك او صاحب الشغل بيفرض عليك او العميل بيفرض عليك ان انت تلبي له رغباته. ولكن عشان كده السبيل الوحيد ان انت تعبر عن رايك وتعبر عن فكرك واللي انت مقتنع بيه اكتر هو المسابقات، لان مفيش عميل بقى، يعني هو ايه دلوقتي العميل هم لجنه التحكيم، تمام، ولجنة التحكيم دول جوري ولازم ينقوا أحسن مشروع أو أحسن كذا مشروع. فالبيزنس والمصالح الشخصية والمصالح السياسية ما بتدخلش في القرارات التصميم تماما، تمام. التعليم الحمد لله كمان دلوقتي في مصر الحمد لله بقى أحسن من الأول بكتير. أنا كمان عايز بس أقول حاجة، يعني لما نيجي نذكر كلمة مصر دي أغلب الناس بتيجي في ذهنها القاهرة العاصمة، تمام، والمشاكل اللي في العاصمة والتعليم اللي في مصر والعشوائيات بس على فكرة مصر مش القاهرة بس، يعني هي طبعا العاصمة أكيد، بس مصر على فكرة لو انتوا رحتوا النوبة، لو انتوا رحتوا أسوان، لو انتوا رحتوا الأقصر، هنا الصعيد، لو طلعتوا على البحر الأحمر، سفاجة، الغردقة، راس غارب، رفح، دهب، رحتوا على سيناء، طلعنا فوق رشيد، دمياط، الساحل الشمالي، على فكرة جودة التعليم لسه موجودة، يعني في الصعيد جودة التعليم لسه موجودة لحد دلوقتي.
برغم كل المشاكل اللي احنا نسمعها طبعا عشان القاهرة فهي السبوت الكبير بتاعنا، بس على فكرة مصر لسه فيها الخير يعني، سواء في التعليم حتى في الكلاينت يعني، حتى في الجاب ما بين التعليم والماركت ده مش هتلاقوه في المناطق التانية يعني. دايما ايه، ادي العيش لخبازه. لسه لحد دلوقتي بقيت المناطق، بقيت الريجنز اللي في مصر مقتنعين بيها الا القاهرة والعاصمة. يعني ساعات ايه بقى يعني، المصالح شوية في القاهرة والسياسة والاقتصاد والبزنس ساعات بتدخل كتير، لكن في بقية الريجنز لا، الموضوع أخف شوية. أعتقد كده أنا جاوبت سؤال، ولا في حاجة تانية ناقصة يعني إجابة بين في حاجة تانية ناقصة ولا خلاص تمام كده؟ تمام. إسلام تحب تتعلق على الجاب والإديوكيشن والماركت؟ لا هو شوف، هي دي معضلة عمرنا ما هنخرج منها يعني بشكل بسيط، بس هو يعني نصيحة لنفسي والناس اللي في سني والأصغر ان احنا نحاول نستفيد من الوقت اللي احنا فيه. يا جماعة احنا بنتكلم رسم مدران ده يعني، انا فاكر اول مرة قابلته فيها لو ما كنتش مصدق نفسي اصلا. فاحنا اقصد ان احنا في جيل يعني اتيحت لنا فرص، يعني التكنولوجي والتقارب والكلام ده. هو دكتور راسم بدران يعني يقول لك ان هو بيقعد، انا مش عايز اتكلم عن اسمه بلسانه، هو بيقعد ساعات كده على جوجل ايرث يفضل يشوف الاربن، يمسك حته عشوائيه كده يعني اورجانيكلي كده ويفضل يدور ويعرف، ويقول حياتنا بعد جوجل ايرث كمصممين المفروض تختلف قبل جوجل ايرث. طب احنا دلوقتي بقى مش بنتكلم على جوجل ايرث، احنا دلوقتي بنتكلم على الديجيتال ميديا بقت موجوده، الإتاحة، سهولة التواصل يعني. فالكلام ده أكيد المفروض يخلينا احنا نبقى في وضع أحسن يعني. أنت زمان عشان كنت تقرأ كتاب ولا تعمل تروح مكتبة وتفضل، دلوقتي أن أنت ممكن وانت قاعد في مكانك. بس هو المشكلة أن الإيزينس بتاع الحياة ساعات بيولد ليزينس في ناحية تانية، بيخلي الإنسان ليزي. بس الإنسان اللي عنده يعني مؤمن بمبدأ وطموح وكده يقدر يستفيد من أدوات العصر دي بشكل كويس يعني. تمام. دكتور تغريد الجهني من المملكة العربية، تفضل يا دكتور. دكتور تغريد، دكتور تغريد. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل يا فندم. الصوت واضح؟ واضح، تفضلي. حقيقة يعني المشروع اللي حضرته اليوم مشروع جدا رائع. انا اشكركم على هذه الورشة القيمة واشكر كل المشاركين. أنا سؤالي إنه إلى الآن العمارة عندنا بنرجع على طول بنقول نبغى العمارة التاريخية، نبحث عن النماذج التاريخية. إحنا حابين إنه هذه الحقبة وهذه الفترة اللي إحنا عايشين فيها يكون لنا إحنا بصمة من حياتنا اليومية، من المواد المحلية للمجتمع، عشان إحنا تصير إحنا يعني مش هقول لك إنه إحنا نكون بإذن الله بعد فترة أو الأجيال الجاية بنأرخ للفترة اللي إحنا عايشين فيها الآن. إحنا إلى الآن كل مرة بنرجع نأخذ نماذج تاريخية وإحياء التراث. طب أوكي مع، بس إحنا كثرنا في الجانب، نبغى نطلع بشيء جديد، شيء مبتكر، شيء فيه له إبداع، شيء فيه له من حياتنا اليومية. نبغى نبحث عن العمارة الصديقة للإنسان اللي تلبي احتياجات كل المجتمع، ذوي الاحتياجات الخاصة، الأطفال، الصغار. نبغى المسكن هذا يكون مسكن مريح من كل النواحي، يلبي احتياجات الجميع. إلى الآن عندنا اهتمام كبير بالشكل اللي المباني اللي احنا فيها زحمة داخل المبنى، نبغى شوية مساحات مفتوحة، نبغى فراغات داخل المساكن تكون أكثر راحة. ممكن الجميع حاس الآن مع أزمة كورونا إن المساكن اللي احنا مصممينها وعايشين احنا فيها مي مساكن مريحة، مخصصة للضيوف أكثر من مخصصة لأهل البيت. الأماكن المخصصة للنوم، للراحة، للمعيشة في هذه البيوت عندنا مساحاتها كلها ضيقة، لكن احنا تعال غرف الضيوف، تعال المجالات هذه بتلاقي اوسع الغرف عندك هي غرف الضيوف في البيت. المفروض شوي يكون في عندنا فكر في العماره نحول هذه المباني الى مباني انسانيه، مباني تلبي احتياجات الانسان اللي قاعد في هذا طول يومه. يعني يكون عندنا اهتمام بهالجانب. وطبعا انا اشكر الجميع على هذه الورشه الرائعه جدا. سعيده جدا بوجود الدكتور راسم بدران، إضافات ومداخلات، وأنا من جد يعني من الناس اللي معجبين جدا في كتاباته وفي مشاريعه. الله يدي الصحة وشكرا لكم. دكتور تغريد الجهني، جامعة الطيبة، المملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا. دكتور راسم، حضرتك تحب تتعلق مبانينا وعلاقتها بالإنسانية؟ يعني هو موضوع كمان يعني عندما نتكلم عن البناء
إن كان بناء خاص أو بناء عام أو بناء خدمي. طبعاً هو يؤدي وظيفته التي يعني حددت في نطاق هذه الوظيفة. لكن أنا يمكن من المنهج بحاول أبحث عنه، أنا بحاول أفكك الوظيفة، أفكك عنوان الوظيفة وحولها إلى 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 شيء بتخطى محدودية الوظيفية لهذا البناء. يعني مثلاً عندما ننظر إلى المسجد، أنا بحول إلى مدينة يصبح هو أقرب لبيئة فيها ما يسمى المجتمع الحي، وليس فقط مجتمع فقط يؤدي الصلاة. هذه من الأشياء اللي أنا كثير، أو مثلاً عندما أنظر للبيت هو كأنه مدينة صغيرة. يعني في البيت السكني هو كأنه عبارة عن مايكرو إيربن فوم، اللي بتميز بوجود أفنية خاصة للرجال للنساء للخدمة أو غيره. بعدين البيت هذا أيضا غلافه الخارجي يشكل قشرة تحتضن الذين يمروا من أمامه. يعني هذه النقطة كثير مهمة، بحيث أنه الذي يمر من أمام هذا البيت أو من أمام هذه المؤسسة يشعر الإنسان هذا يعني بغض النظر ما هي مرتبته الاقتصادية الثقافية الاجتماعية، أنه حتى هذا الغلاف حتى هذه القشرة تخاطبه تحتضنه. يعني إيش سميها، تعطي عنصر الأمان. وهذه يمكن أغلب أعمالي يعني تبحث في هذا الموضوع، خاصة مثلا يمكن بالرياض، وخاصة بعض المساكن خاصة عملناها بالرياض كان الغلاف الخارجي للسكن كان يخاطب المار انه هذا ايضا بيتك، ممكن ان تقف جنب جداره جنب زاويته عارف كيف. ليست هي فراغات معزولة عن سياق الاجتماعي العام، كيف تربط بين المجتمع الخاص والمجتمع العام من ضمن ما نشكل نحن من هذه القشرة الحية وليس قشرة وظيفية ميتة. أنا هذا كثير بركز عليها، وهذه يمكن أحد أسباب النجاح المشروع اللي قمنا بها خاصة بالرياض بالذات. الصديق العزيز المهندس معاذ أبو زيد هيوجه لحضرتك سؤال معماري المصري الرائع، تفضل يا باشمهندس معاذ. السلام عليكم. عليكم السلام. ألف شكر على المحاضرة الجميلة بتاعت النهاردة، والدكتور رسم متشكرين جدا يا دكتور على حضورك. أنا سؤالي شوية يعني يمكن لي علاقة يمكن كمان بعد الحوار الضرب بين حضرتك وبين إسلام شوية جيت في بالي موضوع الـ competition and opportunities. وهل مناقشة فكرة عن صوتك شوية معين كده كويس؟ السؤال يعني باختصار، هل مناقشة الفكرة التصميمية في أي مسابقة مع لجنة التحكيم، مش هقول طبعا لكل المتسابقين بس على الاقل تكون للشورت ليست اللي هي الليست النهائيه اللي هيختير منها الفائز او الفائزين بالمشروع، هل هي ممكن يكون ليها تاثير ايجابي او سلبي على المسابقه نفسها او على المتسابق؟ انا هتكلم من وجهه نظر انا كمتسابق، اعتقد هي بيكون فيها استفاده بشكل جميل جدا، وبيكون فيها حوار ثري ما بين المتسابقين وبين لجنه التحكيم. واعتقد يمكن الحوار اللي ظهر دلوقتي ده احنا يعني طلعنا منه بمعلومات مفيده، على عكس مثلا لما بنبقى مجرد ان احنا بنسمع عن النتيجه بس وخلاص بدون ما بيكون فيها، او حتى بنقرا بس مجرد البوينتس من التحكيم. ولو الموضوع فعلا مؤثر وممكن يكون فيه تاثير بشكل ان هو يكون الناس تتعلم منه واستفاد منه، هل المسابقات ما بعد الكورونا ممكن ده يبقى جزء اساسي من معايير التحكيم فيها؟ شكرا. الف شكر يا دكتور. مسابقات ما هو بالكورونا او ما بعد الكورونا؟ ما بعد الكورونا يعني اللي هي يعني خلينا نقول المعايير التحكيم نفسها، هل المناقشه نفسها يعني احنا في مهرجان العماره حصل مناقشه كتير. اتفضل. يس. انا بقول يمكن ما بعد الكورونا، انا ما بعرف اذا كان حيكون في كورونا اخرى غير بعدها. يعني انا يمكن حيكون في ما يسمى ال 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 البيئه المناخيه او البيئه التي تهدك بالخطر. هذه النقطه اللي وليت واللي تؤدي ايضا الى تباعد اجتماعي بينك وبين الاخر. هذه من جهه، كيف نبحث عن صياغ
عمراني او نسيج عمراني يعني يتعامل مع هذه الحاله. انا هذه لسه عم بفكر فيها، يعني هي نقطه كثير مهمه. ثم النقطه الاخرى انه الكورونا او ما طلع الكورونا اوجد ما يسمى المايكرو كوميونتي، المجتمع المصغر، الاحياء المصغره، بحيث مدننا لا داعي ان تكون مدن مركزيه ضخمه، ممكن تحول الى قرى صغيره، يعني بحيث انه كل حي يخدم بذاته، لا في حاجه تستعمل السياره، ممكن تستعمل الدراجة او تسير على الاقدام. وهذا الذي تم بعمان، ولذلك انا استمتعنا بالكورونا في فتره انه اصبحنا لاول مره نسيب الشوارع ونتعرف على 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 الجوار الاجتماعي الذي هو كان معزول في فتره طويله من الزمن. فهنا تشعر انه ممكن تخاطب اي انسان بالشارع، تحييه ويحييك، مع انه في بعد، مع انه انت اذا وجدت تقييم اجتماعي اخرى مضافه لم تكن متوفره في فتره ما قبل الكورونا. بتصور انا يمكن مشاريع ما بعد الكورونا حتكون لها منظور اخر. ان شاء الله اصحاب القرار في التطوير العمراني وتطوير المدني للمدن انه لا نركز على ما يسمى المدينه المركزيه الضخمه، تتحول الى مجموعه مدن صغيره، او ما يسمى الرورال كوميونتي اللي هي المدينه القرويه التي فيها الحي هذا ممكن يخدم بذاته، انت تعمل فيه وتسكن به وتؤدي حاجاتك منه من تسويق ومن الوظائف الاخرى الحيويه في حياتك، بدل ان تذهب الى الـ الى الـ 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 البيج مول. يعني انا بتصور ان شاء الله يتغير هذا الشيء، لانه انا بعتقد انه كان في متعة أن تعيش حيك اللي حولك وتتعرف عليه وتصبح أنت جزء منه. يعني الشيء الآخر بتصور أنه حتى البيت نفسه ممكن يتحول البيت إلى 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 أشبه بما يسمى البيت عندما تعيش بالحظر المفروض عليك، وهذه تمت يمكن مش عارف كم شهر عشنا إحنا في عمان هذا الحظر، الحجر الصحي، الحجر الاجتماعي، انه كيف البيت تتحول ايضا الى شيء يضيف شيء لحياتك الاجتماعيه، حياتك النفسيه. يعني يمكن تعمل حديقه في داخل البيت هذا، في داخل الشقه على على الدور الرابع، تعمل ساحه معلقه بحيث انه تستمتع بالهواء النقي، لا تشعر نفسك ان تعيش ب ما يسميها ب يعني بسجن معزول عن بيئته الطبيعيه. انا بتصور هذه نقطه مهمه، حتغير من نمط البيوت، حتغير من نمط الشرفات، تصبح هي اشبه بشرفات زراعيه في حاله ما تصير في حبر قصري على السكان. وانا لا اعرف ما بعرف ماذا سيستجد في المستقبل من ظواهر بيئيه مناخيه جرثومية تعيدنا مرة أخرى إلى 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 كورونا، ويمكن إلى إلى حالات أسوأ من كورونا. كيف ممكن أن نهيئ مدن تتحمل أو تتعامل مع هذا المستجد المجهول ولا تؤذي الإنسان؟ بلا شك صار في أمراض في أوروبا، في ناس أصيبوا بمرض نفسي، في ناس انتحروا. يمكن هذه صارت نقطة عالمية أنه البيت يشكل عنصر كأنه مدينة صغيرة في داخله، كأنك أنت بتعمل فراغات في داخل هذا البيت بحيث أنه لا تشعر بالضجر ولا تشعر بالقهر والبعد القصري عندما تكون أنت مسجون في هذا البيت أسابيع. فأكيد حيتتحول، ويمكن حتى الدراسة بالجامعات نعمل أبحاث، نعمل عليها ندوات أنه كيف ننظر للبيت، إعادة فهم البيت وليس الفيلا، البيت الشقة السكنية والحي السكني. لا تبحث عن مركزية المدينة، مركزية خدماتها، تصبح خدمات موزعة، خدمات تفكك خدمات المدينة بحيث تصبح موزعة على أحياء صغيرة، وهذا الحي هو يصبح قادر أن يعيش مع ذاته بمجتمعه في حال عدم استعمال السيارة فرضا. يعني هذه كانت أحد بقى يمكن كورونا أعطتنا عدة فرائض وعدة نقاط يجب أن نقف عندها بتمعن وتأمل ونأخذها بجد، إنه كيف يمكن من خلالها نعيد صياغة مفهوم السكن، مفهوم الحي، مفهوم المدينة، وما هي المدينة.
آخر سؤالين يا جماعة هناخدهم دكتورة أميرة ثم دكتور حسن، وبعدين كل واحد من المتحدثين هيقول كلمة ختامية في مدة دقيقة، بس هستأذن حضراتكم تبدأوا تفتحوا الكاميرات عشان ناخد الصورة الجماعية في آخر اللقاء إن شاء الله. الكلمة دلوقتي السؤال مع دكتور أميرة، تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم جميعا. طبعا انا بشكركم على السيشن الرائعه دي، وبشكر دكتور راسم بدران على المشاركه اللي يعني فكره فعلا اثرت اليوم، ودكتور اسلام هي مش سؤال قد ما هو يعني رايي انا. يعني انا اولا دكتور اميره الماز، انا استاذ مشارك عماره داخليه كليه هندسه جامعه حورس. هي الفكرة نفسها، أنا لما باجي أدرس أو كلنا لما بيجي نتكلم على التراث العمراني أو بندرسه في التاريخ عامة، فإحنا بنتكلم على مراحل أو حقب زمنية. أنا اللي أنا أتمناه في المسابقات القادمة إن إحنا نحمس الشباب إن إحنا نعمل التراث القادم. لما لو أنا حاجة أتخيل نفسي أو نتخيل الشباب اللي طالع ده لما يجي يدرس بعد كده هيتكلم على اي تراث في الفتره اللي احنا عايشينها، او يمكن ده كان من الحاجات اللي جت ضمن السؤال الاسئله اللي جت لحضراتكم. ودكتور راسم مشكورا رد عليها، قال ده شيء صعب لو جينا نقنن الفتره العبرانيه في مصر في الفتره دي، ملناش هويه في اللحظه الحاليه. لما جينا نتكلم مستقبليا على الهويه العمرانيه في الوطن العربي مثلا بالكامل في الفتره الزمنيه الحاليه، مفيش. أجي أتكلم على أي حاجة في التراث أو في التاريخ، بحافظ على تاريخ من إلى، من تاريخ عام كذا إلى عام كذا. أما بجي بتكلم على العمارة الإسلامية بلاقي لها صدى ومردود في فترات يعني في فترات محددة. لكن شباب المعماريين حاليا لما يجوا يتكلموا على التراث العمراني في الفتره اللي هم عاشوها وهم شباب، لما يجوا يكبروا ويبقوا قدنا او اكبر مننا، هلاقيهم ما فيش حاجه بيحاولوا ينظروها، ما فيش حاجه بيقولوها. فانا اتمنى ان يبقى في مسابقات للشباب بحيث ان هم يعملوا تراث عمراني او يعملوا عماره تبقى ليها صدى او ليها مردود للزمن القادم. يمكن كورونا زي ما تفضلتوا حضراتكم وقلتوا ان كورونا حسستنا بأهمية البيت. ناس كتير قوي لما بدأت تبقى في بيتها وفي حياتها بقى البيت هو مكتبك وهو الأتولية بتاعنا وهو القاعة الدراسية بتاعتنا، وبقت حاجات كتير البيت تحول الى دنيا او حياة بقينا بنعيشها بصورة كاملة. وبالتالي بدأنا نبص له بنظرة مختلفة عن نظرة السكن. كلمة السكن بقى لها معنى، بقى لها مردود، حضراتكم فاهميني. فهي الفكرة نفسها ليه احنا ما نحمس الشباب ان هم يبتدوا يشتغلوا على احياء، مش احياء التراث الماضي، احياء التراث الحالي للجيل القادم. واشكركم على حسن الاستماع. شكرا. شكرا يا دكتور أميرة. دكتور حسن تفضل. وحسن تفضل. دكتور حسن. اوكي. دكتور حسن حضرتك سمعني؟ دي بس أكد. ايوه سامعك، كنت سامعني ولا لا؟ تفضل. ايوه. انا بس ودي أكد مفهوم الهوية، يعني في ملاحظة بسيطة جدا. الهوية بتيجي بشيء تلقائي، ما بتجيش بافتعال. يعني عندك مثال، انت لو جبت زرعة وحطيتها في منطقة صحراوية، يعني او المزروع هتتناسب مع طبيعة الارض. انا اقصد اقول انه احنا لينا كمثلا شعب مصري او اي شعوب اخرى لينا ميزات خاصة فينا. هذه الميزات لما بنعبر عنها بصورة تلقائية سليمة هيطلع من خلالها انعكاس للفكرنا وثقافتنا وطبيعتنا، يطلع تميز. هذا التميز هي الهوية. التراث لا يمكن إلغاؤه لأنه امتداد لاحتياجات بشرية كان بتحل بمفاهيم وخبرات معينة تستمر وتعلم، ولكن مع الرؤية الحديثة والتقدم والتواصل الإنساني هناك إبداعات بتتم، ومنها التقنية والتكنولوجيا
اللي هي هو نقول عليه البعد الاخر اللي احنا بنبدا نتواصل عن بعده التقنيه العلميه البعيده. يعني اشكال يعني بالنسبه لاخونا اسلام، انا حقيقه يعني انا فخور بيه جدا. انا عندي 40 يعني قصدي مريت 40 سنه في المهنه وعملت مدن جامعيه 5 وعملت مراكز عالميه، لكن انا شايف فيه انسان مبدع ورائع واحنا سعيدين به. واي ملاحظات هي بس نوع من الاضافه وليست، لان المنهجيه اللي بيمشي بيها حقيقه فخر. عليها لابد ان احنا ندرك يعني معايشتنا في المدينه ما هياش يعني لا يمكن ان احنا نرى ان لما يكون لنا احتياجات يوميه فلا بد ان يكون لنا احتياج قربي، يعني ان لما يكون هناك خدمات تتناسب مع الاحتياج اليومي، احتياج اسبوعي بيكون ابعد، احتياج شهري سنوي بيكون مركزي. نعمل سايد هذا حتكون فيها الاشكاليه والصعوبه. فانا يعني اشكركم. وانا بقول بالنسبه للكورونا اخر حاجه اتكلم فيها، هو عامله زي بالضبط انا لما اعمل بيت لازم اسوي باب يحميني من الخارج، الباب ده فيني اقدر افتحه واقدر اغلقه. ف ساعد التكيل او التصميم العام بصفه عامه يراعي الناحيه الصحيه بصوره مؤقته، لكن لا يمكن ان نقول انه هناك حيكون في تواصل اجتماعي فيزيكال بين الناس وهناك مرض اسمه الكورونا في لا، بالعكس هو شيء مؤقت. التواصل الاجتماعي بيتم من خلال التكنولوجي، انما الحرز ما حتكونش خلال مرض كورونا هو اللي هيوعينا ان احنا نتواصل مع بعض الا من خلال التقنيه. تراعى القواعد والقوانين اللي تحمي الانسان من الجهه الصحيه ولكنها بتكون مؤقته، بحيث ان لو صار مشكله بنعرف احنا نعمل ايه لحمايه البشر، لكن ما فيش فيه اي تواصل فيزيكال بين الناس حيتم بسهوله او ان احنا نتعرف على بعض او كذا. انا اقصد اقول في احنا جلسه المدينه الحيه، الجلسه بتتم الوقت من خلال التقنيه التكنولوجيه. بارك الله فيكم، شكرا. اشكرك استاذنا. انا هستاذن حضراتكم المتحدثين، كل واحد هيختم بكلمه، وارجو من كل الحضور افتحوا كاميراتكم عشان ناخد صوره جماعيه مع بعض تذكرنا وتذكركم باللقاء الجميل دوت. هنبدا باستاذنا دكتور راسم بدران، الكلمه الختاميه اللي حضرتك تحب تختم بيها، اتفضل. يعني بتصور انه يعني اللي حصل اليوم بعتبره كثير مهم، وهو فتح باب للنقاش في عدة قضايا حول كيف نفهم العمارة والعمران، كيف نفهم التنوع الجغرافي، وكيف نتعلم أو نفهم شفرة المكان وتأثيرها في السياق العمراني. وهذا ظهر من المشاريع اللي قدمت في المسابقات الثلاثة، وأنا بهني اللي شاركوا في هذه المسابقات والحماس اللي أبدوه، وان شاء الله يستمر هذه الوتيره تستمر ونصل الى ما طرحتوه في من مقترحات حول نبحث عن القاهره، ما كيف ننظر للقاهره كمختبر، لان هي اكبر مدينه في العالم العربي، هي كانها دوله يعني بتنوع الاجتماعي والتاريخي والطبقات التاريخيه. كيف ناخذ القاهره كحاله دراسيه من خلالكم يمكن، وتوسعوا الحلقات بحيث يدخل فيها مجموعه باحثين. تستحق القاهره ان 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 يعني ان يعطى لها ما تستحقه فعلا، يعني هذا انا بعتبر هذا كثير مهم كرساله. بس شكرا. نشكرك استاذنا وحضرتك، احنا واخدين منك وعد بقى نعمل ايفنت القاهره ده ونعمل ايفنت قريب على اونلاين، يعني لو وقت حضرتك يسمح، يعني نورط حضرتك يعني في ميتنج يعني لو وقتك يسمح ان شاء الله. نحاول ان شاء الله. دكتور عفيف بدران اتفضل يا فندم. انا سعيده جدا وضروري اشكر دكتور احمد هارون والتيم اللي معاك وعمر سليم، صح؟ انا قلت الاسم صح؟ صح صح عمر سليم. ضروري ابدا بشكر كل الناس دي اللي ورا تحقيق الايفنت ده.
وبشكر طبعا الدكتور مصطفى ربيع اللي انا ما لحقتش اتكلم معاه خالص على البنالي بس بقى. بس انا سعيده جدا جدا يعني بانه وصل لانه هينفذ المشروع او تقريبا هم بداوا التنفيذ خلاص، وعايزين اتمنى ان تسمح الظروف بزياره البنالي. واتمنى برضو ان احنا نعمل عرض زي ما بنعمل كل سنتين كده، لان كل الناس اللي اشتركت سواء كانت اخذت honorary mention او 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 كسبت، او حتى المشاريع اللي انا شايفه انها تستاهل، لان كان في مشاريع تستاهل يعني بصراحه يعني ما اخذتش حقها. فعايزين نعمل ايفنت لده ان شاء الله في درب اللبانة. بشكر كمان دكتور راسم بدران استاذنا كلنا، فلا يفوتني ابدا شكره على وعده بالحضور، وفعلا انه صدق وحضر. شكرا جزيلا لكم جميعا، والشكر موصول لاسلام طبعا، وشكرا للدكتور حسن. شكرا دكتور مصطفى ربيع، اتفضل. دكتور مصطفى، دكتور مصطفى موجود يا شباب؟ دكتور مصطفى ربيع سامعني؟ طب اتفضل يا دكتور باشمهندس اسلام، قول كلمتك لغايه ما الدكتور مصطفى ربيع يحل. يعني هو طبعا ربنا يكرمكم على المجهود والتنظيم، بصراحه كل حاجه جميله، ودخول الدكتور راسم بدران يعني خلاها اجمل واجمل. يعني احب بس اختم بكلمه. ساعات ناس كتير بتسال ليه بنخش مسابقات وليه بنبذل ايفورت ومعظم الحاجات دي ما بتتبنيش في الاخر. انا بما ان الدكتور راسم بدران موجود هنا هو يشهد على الكلام ده، ان هم لما جه من المانيا وابتدى يشتغل في مسابقه الجامع الكبير في بغداد، هو فاز بالمسابقه. للاسف الجامع ما اتبناش، مع اني كنت شايفه ان هو يعني من اعظم اعمال دكتور راسم بدران يعني. بس بعد كده في التجربه نفسها اعتقد التجربه فادته في قصر الحكم، صح يا دكتور؟ ايوه. فهو الفكره سبحان الله، يعني هو الايفورت اللي بيبذل حتى في الدين كده بيقول في اتبع سبب، الواحد بياخد السبب وما بيعرفش الايفورت اللي بيعمله ده ممكن يوصله لفين. فهو احنا انا بعتبر كل اللي احنا بنعمله ده مرحله التجريب والاكتشاف والبحث عن الذات والبحث عن القيمه في العمل، الا ما هيجي في يوم من الايام ان شاء الله يعني يكون التجربه دي صبغت وخدت شكل يعني من التعلم اكتر، فيبقى التطبيق. يعني انا بقول دايما العماره مسؤوليه، وانا لا اتمنى يعني ولا اطلب من الله ان انا اشيل مسؤوليه مبنى انا ما يعني احاسب عليه بعد كده. فانا يعني احب افضل اعمل كده في يعني افكار وتجارب وخبرات لغايه ما الواحد يثقل، ولو ربنا قدر وشاء ان الحاجات دي تتبني وتشوف النور في وقت من الاوقات خير وبركه، ما الا لم يقدر ليها ما خسرناش شيء. يعني الحياه كلها عباره عن تجارب يعني. واشكركم وشكرا جزيلا، وعايز اوضح لكم حاجه، انا استفدت من كل المداخلات وكل التعليقات والله جدا جدا وبصدر رحب، وانا من الناس اللي يعني بنبسط جدا لما حد بيعلق على الشغل، لان ده فيه اضافه للي جاي ان شاء الله. وشكرا جزيلا. زادك الله علما وخلقا يا باشمهندس. دكتور مصطفى، المشكله المايك اتحل؟ ايوه انا معاك. ايوه اتفضل يا فندم، كلمتك الاخيره. والله اول حاجه انا سعيد فعلا ان انا موجود معاكم هنا، والحقيقه انا اتشرفت بحضور دكتور راسم، يعني احنا بنتعلم منه من زمان يعني، ودكتور عفاف كمان نفس الحكايه، يعني من ابحاثها وشغلها احنا كمان بنتعلم منه يعني، بنعلمه للطلبه كمان عندنا. اسلام الحقيقه بص احنا متشرفين بيك صراحه في كل العالم يعني، وانت مثل مشرف لمصر، وربنا يوفقك ويزيدك يا رب ان شاء الله. حابب بس قبل ما نمشي نشكر الدكتور احمد هارون على الدعوه وعلى الايفنت الحلو ده وكل التيم طبعا. والحقيقه النهارده زي ما قلت لكم احنا دايما بنتعلم، ف الايفنت كان النهارده احنا كمان اتعلمنا منه. يعني انا عايز اقول لكم خدت كميه نوتس وكتبت كيوردز من ورا كلام الدكتور راسم واسلام والدكتوره عفاف، ومن ورا كمان الاسئله اللي اتسالت. يعني عايز اقول لك انا ايه دلوقتي، انا عندي حصيله هتتعلم بالطلبه عندنا يعني يمكن شهر كمان قدام ان شاء الله.
فيا رب دايما دكتور احمد هارون تبقى مجمعنا كده دايما في حاجات مفيده، ويا رب كل الحضور يكونوا استفادوا. ودكتور عفاف انا معاكي طبعا حضرتك، انا فكره ان احنا نعرض كل الاعمال الناجحه للبنالي في درب اللبان دي فكره كويسه جدا، وفعلا انا معاكي برضو لان في مشاركات في نفس السنه اللي احنا شاركنا فيها كانت برضو مشاركات مشرفه وفعلا ما خدتش حقها، ولكن يمكن لجنة التحكيم أكيد ليها نظرة، ويمكن الثيم نفسه ليه نظرة مختلفة. فده ما يمنعش إن كل اللي كانوا مقدمين، يعني كل الناس اللي ترشحوا للفاناليست كنا 30 واختاروا يمكن 12، وصف من 12 اختاروا واحد، كل ال 12 اللي تصفوا كلهم أعمال مشرفة جدا. لما تفتح الكتيب فعلا هتلاقيهم كلهم مشرفين، يعني في الخير وفي حاجات مفيدة تفيد البلد وتفيد العالم كله إن شاء الله. شكرا لك يا دكتور. طيب اولا لازم نشكر المستضيف لينا دائما مجموعه بيم اريبيا، المهندس عمر سليم والمهندس محمد، وكلمه بيم اريبيا اللي دايما مستضيفنا وكرم معانا بوقتهم ومجهودهم، جزاهم الله خيرا. يعني اتفضل يا باشمهندس عمر بقى كلمه بيم اريبيا قبل ما نختم. كميه معلومات رهيبه وكميه استفادة رهيبة جدا، ألف شكر دكتور وشكرا لكل الحضور وجزاكم لكل خير. احنا هننزل بس هننزل بس الناس تكتب رأيها في المحاضرة عساس تطلع لهم الشهادة ان شاء الله. الفورم يا جماعة اكتبوا المقترحات، وفريق بيم أريبيا وفريق ارك سبيس هينزلوا لكم لينكات الصفحات عشان تتابعوا الايفنتات الجاية ان شاء الله. واحنا يعني نشكركم جميعا طبعا، وهما دلوقتي بياخدوا صور سكرين شوتس للكاميرات اللي محطوطه تمام. وهنستأذن حضراتكم برضو، احنا ان شاء الله السلسله بتاعه المسابقات تساوي فرص، هذه السلسله ده الراوند رقم 2 ان شاء الله. لسه بنتكلم ان احنا ان شاء الله هنحاول كل اسبوع نركز على تيم، نركز على فكره، نركز على موضوع. تنورونا وجزاكم الله خيرا عنا جميعا يعني، وكلنا تعلمنا من حضراتكم. واتمنى يعني انا من خبرتي، انا عشان عشت في الصين 8 سنوات وتحولت الدراسه في الصين، ودلوقتي الزملاء اللي بيشاركوا في المسابقات عارفين ان الدراسه بقى جزء منها المسابقات، بقى جزء من تقييم الطالب الاشيفمنت بتاعته، فبيأهلوهم من بدري قوي قوي قوي. والزملاء اللي بيشاركوا في مسابقات عالميه عارفين دول. فأتمنى أن التعليم المصري بالذات بقى بحكم الانتماء ينتقل للمرحلة دي، ونتمنى نستفيد وما فيش باوندري دلوقتي ونتعلم. وخصوصا على رأي دكتور مصطفى كنا زمان بنركب من محافظة لمحافظة عشان نروح مكتبة نجيب كتاب، دلوقتي عندنا فرصة ذهبية أن نتكلم حد عالم جليل وأستاذ فاضل زي دكتور راسم، زي دكتور عفاف، مهندس عالمي زي باشمهندس اسلام، او دكتور عالمي زي دكتور مصطفى. فبالنسبه لطلابنا، لان انا شايف ان في طلاب كتير منهم ناس انا عرفتهم، انتم في فرص غير محدوده، ما تخلي حدودكم السماء زي ما بيقولوا. وكل سنه وحضراتكم طيبين ونورتونا جميعا. واللينك بتاع الفورم هينزل على الشات، واكتبوا مقترحاتكم، واحنا على فكره بنحترم اقتراحات الناس كلها وبنطور كل مره. باشمهندس معاذ ابو زيد احنا عايزين نورطك، انت عمال تهرب مننا، ففرصه يعني انك نجيبك على الملأ وتوعدنا انك تعمل معانا ايفنت. هو فين؟ انا ما اقدرش اهرب منك، انا تحت امرك والله. تحت امرك في اي وقت ان شاء الله. كل سنه طيبين، نورتنا يا دكتور راسم وعلى راسنا من فوق. واهل الاردن كلهم بخير، والسعوديه وسوريا ومصر والعراق وكل بلاد المسلمين يا رب. وصلوا طيبين، هنسيب الايفنت مفتوح عشان الناس تعمل فورم، وجزاكم الله خيرا وكل سنه طيبين. طيب فريق ارك سبيس خدتوا الصور، يا ريت تفتح الكاميرا ليا برضو الاخوان يشوفوني لو سمحت. حضرتك افتحها من عندك، التحكم في الكاميرا من عند حضرتك. ما بيقبلش. نعم ليه ازاي؟ مين اللي عنده مشكله في الكاميرا؟ دكتور حسن.
هشوف كده لو في مشكلة من عندي. حاول حد يا شباب مفتاحها ما يرضاش يعني unable to the beat. طيب حاضر شوف هو يسمح لي بس عشان بس ناخد صورة. ده اللي حضرتك تو هوست عشان ما بقاش فيها مشاكل خالص. افندم ما فهمتش حبيبي. حضرتك جرب كده جرب تاني. ايوه تمام. تمام. نورتنا يا دكتور حسن واسعدتنا بوجود حضرتك ودايما ما اعرفش بان ولا لا حضرتك قفلتها تاني. بس شفت بانت ولا لا؟ هي فتحت وقفلت تاني. حضرتك دوس عليها ضغطه واحده. طيب حبيبي كده تمام. هتكمل بقى. الله يحفظك باشمهندس معاذ. احرجك علني ولا الكلب درايف؟ اوعدك ما بنصدق نلاقيك مواعيد. ايوه ما شاء الله وعدنا نشوفك. ربنا يجزيك يا دكتور حسن خير ونورتنا يا فندم. ربنا يجزيكم خير يا جماعه. انا استاذنكم اللي عايز يقفل الكاميرات واللي عايز يعمل فورم. رائع. هي سعيد جدا بهذا التواصل الرائع. حضرتك يعني اكثر من مرحب بيك. يعني مش عارفين نعمل لك ايه. احنا في الصعيد بقى بما انك صعيدي المفروض نذبح لك. يعني احنا في الصعيد لازم نذبح لك. نورتنا يا دكتور. نورتنا. الله يخليك. الله يخليك. الله خير. الحاضرين احنا في ناس سالوا على البرزنتيشن. لو حد من المحاضرين حب يرفع البرزنتيشن بتاعته هنرفعها يا جماعه عشان الاسئله اللي عماله تتبعت لي. اي محاضر هيسمح بان البرزنتيشن بتاعته يترفع اونلاين هنرفعها على طول عشان في كتير من الشباب بيسالوا على البرزنتيشن. نورت دكتور مصطفى. السلام عليكم يا جماعه. وعليكم السلام. شكرا. صباح الخير. كل الأخوة.